السلام عليكم. ازيك يا باشمهندس صديق؟ السلام عليكم. ازيك يا هندسه؟ ازيك يا باشمهندس احمد، اخبارك ايه؟ والله الحمد لله، طمنا على سيادتك. والله بخير الحمد لله. افتح المايك من عندك يا هندسه معلش. طيب انا هخرج انا وانت كمل يا استاذ يا باشمهندس احمد. طيب من عينيا يا هندسه. حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ معاكم احمد سمير. ان شاء الله موعدنا سبت وثلاث باذن الله. في حد عنده سؤال؟ اهلا وسهلا بحضرتك يا باشمهندس احمد. الحمد لله. والله اخبار سيادتك ايه؟ انا بس نشغل اللايف بالمره. كله متابع. عمر انا هخليك بس هوست عشان شكله كده مش راضي يشتغل من عندي. تمام يا مدير. الله يسلمك يا باشمهندس محمد ديري. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مش بس مهندس جابر. في حد يا شباب عنده أي حاجة محتاج يسأل عنها، محتاج يقترحها، محتاج حاجة ما عجبتوش، حد زعله؟ اتفضل يوليا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مش مهندس نايف. جزاكم الله خيرا. مش مهندس محمد ديري. الجزء الثالث، الجزء الثالث ما اترفعش حالا، تلاقيه مرفوع بعد ما اقفل المايك على طول هتلاقيه موجود، بس هشيك الاول هو اترفع ولا ما اترفعش. انا المفروض انا رفعته، بس لو ما اترفعش انا هرفعه لك دلوقتي. كيس ستادي مع الباشمهندس احمد، ان شاء الله رب العالمين يخلص تصحيحها، وبعد كده ان شاء الله رب العالمين هشرح لكم هي ماشيه ازاي طبقا للكلام المره اللي فاتت. جزاكم الله يا باشمهندس محمد. في حد عنده سؤال؟ في حد مش فاهم لسه ايه؟ والله يا باشمهندس وائل، هي الاعتذار اللي كان قبلها مباشره ليه يعني ليكم مش لينا، يعني احنا ممكن نقول لكم من بدري الموضوع، ولكن الباشمهندس تحامل على نفسه وكان بيقاوم لغايه اخر لحظه على اساس ان هو ما يضيعش منكم ولا محاضره. تمام؟ فلغايه اخر لحظه اقول له ابلغه ميلي، يقول لي طب ثواني ممكن ابقى كويس. يعني متخيل الراجل بيعمل معاكم ايه؟ بس لكن لو هو بكل بساطه راجل حس بتعب شويه الصبح يقول لك خلاص الغي النهارده. تمام؟ لكن الراجل جزاه الله خيرا لغايه اخر لحظه هو بيقاوم التعب على اساس ان هو يديكم المحاضره. فهي دي، عشان كده انا بلغتك قبلها بشويه. وصل يا باشمهندس سؤال؟ لا لا، اتلغى المره اللي فاتت، النهارده مش متلغي. ده باشمهندس سؤال بيتكلم عن المره اللي فاتت. ربنا يبارك فيك يا باشمهندس سؤال، جزاك الله خير يا باشمهندس محمد. في حد عنده اي اعتراض، اي حاجات؟ يا شباب نعمل شير يا جماعه للبوست على كل الصفحات بتاعتكم على اساس يا باشمهندس احمد. انا مستني بس حد يتكلم معاكم، يعني مستني حد فيكم يتكلم عن سؤال. يا شباب والله يعني انتوا سامعيني كده؟ اضغط رقم واحد لو انتوا سامعيني. لا انا بسكت يا باشمهندس محمود، انا بسكت، مش ضعيف، انا بسكت لغايه اما انتوا تسالوا. يعني انا قلت حد عنده سؤال، ما حد سال فانا سكت. بس لان الناس خلاص تعبت مني خالص، يعني قاعدين يشتكوا لي يقول لي انت تدخل 4 مرات. كلام كتير يعني. لا يا باشمهندسين انت الخير والبركه، ربنا يبارك فيكم يا رب. بس نخلي بالنا يا شباب من موضوع الكاميرا. الكاميرا محدش يضغط عليها تقوم فاتحه. بس في حد بيقول مفيش مشكلة لو حاولنا نطلب منه إنه يدينا فرصة تانية بحيث نسلم الحاجة دي مثلا، حتى لو هنعتبرها ليت، بحيث متبقاش نفس الدرجة. او التقييم. الفكره يا باشمهندسين ان انتوا ليكوا ديوريشن معين المفروض تحلوا فيه، بعد كده الاجابات بتنزل، فمالهاش علاقه ان انا احط، يعني خلاص الاجابات نزلت، علاقتها ان انا اسيب الشيت مفتوح يعني. في نفس الوقت في ديوريشن كافي، انتوا ليكوا 4 ايام. تمام، اوريدي انت حضرت المحاضره لايف وسمعتها، فخلاص الانفورميشن معاك، واوريدي انا بسجلها لك وبرفعها لك تاني، هي مسجله تقدر تراجع اي بيانات ضاعت منك، والماتيريال معاك من قبل ما المحاضره تبدا اساسا، فتقدر ان انت تعملها برنت وتعمل نوتيفيكيشن اللي عليها براحتك. فكل حاجه معاك يعني، مش مستاهل ان انت تاخر التاسكات يعني. اوكي، وفي الاخر هم كانوا المره اللي فاتت كانوا 10 اسئله على ما افتكر ايه. تمام، وام اس كيو، يعني انت حتى ما بتجاوبش، او يعني استنى معانا نعمل شيت او وورد او الى اخره، ده هي مجرد استماره انت بتسلكت بس على السلام ورحمه الله وبركاته باشمهندس فاروق. فالموضوع مش مستاهل يبقى فيه ليت ومش ليت يعني. اوكي، بس انا بلانر هتحرق لو طب ما انا بلانر يا باشمهندس برضه عادي يا بابا كل حاجه يقول لي 5 دقايق تكون عندي وانت عارف بقى انت لازم كل حاجه تكون جاهزه عندك يا باشمهندس، وبلان بقى يعني ايه، بلان ايه وبلان بي وبلان سي، وعيش حياتك بقى مش مشكلة، ورق بقى المهم يخلص تمام وانت عارف يخلص ازاي، المهم يخلص مش مهم صح ماليش دعوة في ريبورت وانت داخل ميتنج دلوقتي، لازم تعمل باوربوينت وتخش الريبورت وتعرضه والكلام ده، ماليش دعوة بيخلص ازاي، المهم يخلص باشمهندس احمد فهمي لو حابب تدخل، او محاضره باشمهندس خالد، تستناني بس البريك رقم 2 هشرح لك كل حاجه. باشمهندس احمد فهمي هيبدا، مش عاوزين اي اسئله لغايه ما يخلص. سلام عليكم. السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. انا الحمد لله بخير ومعاكم. يعني دعواتكم بتفرق معايا اكيد طبعا. تعليقا بس على الجزئيه الخاصه بان احنا بنبلغ متاخر بالغاء المحاضره، هو الموضوع يا جماعه مش مخطط، يعني الموضوع ما بقاش مخطط وما بيكونش لا في صوت، ما تقولش ما فيش صوت، انا بتكلم، لو سامعيني اكتبوا رقم 1. طيب الحمد لله في صوت يا باشمهندس، هو ممكن يكون صوتي انا يعني واطي شويه، بس ده يعني هيحصل انه يسخن شويه كده ويبقى افضل يعني. طيب خلينا بس نعلق بس على الحته بتاعه التاخير. اللي بيحصل سوري التاجيل او الالغاء، اللي بيحصل ان ده ما بيكونش مخطط، وان انا بكون عندي النيه بنسبه 500% ان انا هدي المحاضره، وكل حاجه بتكون جاهزه وستاند باي ومش واخد مواعيد، ويعني ما فيش اي خطه خالص لان ما يكونش فيه محاضره. ولكن بيحصل ان الموضوع بيكون خارج الاراده، وبكون عندي امل لحد الساعه 6 و7 ان انا اقدر او اتعافى واقدر اشتغل معاكم، بس ده ما بيحصلش، وعشان كده بيكون في ليت كانسليشن. طبعا انا عارف ان ده على المستوى التخطيطي وعلى مستوى التزامكم وارتباطكم بامور اخرى بيكون مش كويس، ان انتم مثلا لو كنتوا عارفين من الصبح او قبلها بيوم هتقدروا تظبطوا مواعيدكم وهتقدروا تاخدوا حاجه في الوقت ده، مش هتكونوا ملتزمين ومفضلين نفسكم. انا فاهم والله، بس صدقوني والله هو خارج الاراده الموضوع كاملا، يعني ما بيبقاش مخطط، يعني ما كانش فيه تخطيط خالص، لا المره الاولانيه ولا المره الثانيه ان ده يحصل. ويعني يعلم الله ان انا قايل مهندس احمد ان ده يعني بعد المره الاولى قلت له ان شاء الله ما فيش الغاء حتى لو ايه بيحصل، بس حقيقي ما كنتش قادر اتكلم اصلا المره اللي فاتت، يعني ما كنتش قادر حتى اطلع اي صوت، وبمجرد ما بلغت المهندس احمد بالغاء المحاضره دخلت في السرير ما قمتش غير الساعه 12. فمبدئيا بعتذر لكم، ونأمل ان شاء الله وندعو الله ان ده ما يتكررش تاني. عايز لكم بس على حاجه كمان ضروريه، يعني انا مش مثلا بلغي متاخر نوع من انواع ان ده كورس مجاني ولا ان انا مش مهتم اطلاقا، والله يعني ده اللي بيحصل وحصل قبل كده في كورسات مدفوعه، ويعلم الله ان انا ملتزم في الكورس ده. والمهندس احمد يعني ده مش اول كورس ليا معاه، يعلم تماما ان في الكورس ده او في الكورسات المجانيه بكون ملتزم وبتعامل بشكل بروفيشنال زي الكورسات المدفوعه او اكتر. فالموضوع ملوش اي علاقه باي حاجه من دي يعني انا لو كنت في كورس مدفوع كنت هعتذر نفس الاعتذار، لان انا هبقى في نفس السيتويشن يعني. فخلص اعتذاري وخلينا نتكلم بس عن النقطه كمان بتاعه الكيس انا ما لحقتش لسه اشوفها، بس انا اختصارا للوقت وللدنيا دي اديكم الاجابه بتاعه الكيس، واللي عنده استفسار ممكن بعد كده يتواصل معايا، ويعني ده يعني حفظا للوقت وعشان حضراتكم تستفيدوا وتتحقق الفايده لكل الاطراف بدون ما نبقى عايزين نهلك وقت جامد، لان انا ما اعتقدش ان انا هيكون عندي وقت ان انا اقدر اشوف مثلا 50 60 70 كيس تمام واقيمهم وادي عليهم كومنتس. فانا هديكم الاجابه بتاعتها، ابعتها للمهندس احمد هيعمل لها ببلش، اللي عنده اي كومنتس عليها يقدر يتواصل معايا. تمام. خلينا نبدا النهارده، عندنا بروجكت كوست مانجمنت. خلينا نبدا كده ونشير مع بعض. بسم الله. معلش بظبط الفيو عشان في بعض الحاجات. طيب تمام. نجيب ده هنا كده ونبدا بسم الله. هنتكلم النهارده يا جماعه عن البروجكت كوست مانجمنت. طبعا احنا اتكلمنا قبل كده عن البروجكت سكوب مانجمنت والبروجكت سكادول مانجمنت. طبعا احنا هنا بنتكلم knowledge area by knowledge area، يعني بناخد منطقه معرفيه وبنتناولها وبعدين ندخل على منطقه معرفيه ثانيه. وباكد لاكثر من مره ان ده مش الترتيب اللي انا بنفذ بيه المشروع، ولكن ده الترتيب اللي احنا بندرس بيه الكورس، مختلف عن الترتيب اللي انا بنفذ بيه المشروع. وحتى الترتيب اللي بيتنفذ بيه المشروع بيختلف من مشروع لمشروع ومن اندستري لاندستري ثانيه. تمام؟ طيب خلينا نبدا مع بعض. الاول هنتكلم برضو زي ما عملنا كده في السكادول عن كوست مانجمنت كونسبتس اند بيسكس. تمام؟ هناخد شويه كونسبتس اند بيسكس. اول حاجه لازم نفرق ما بين الكوست استيميشن او الكوست والبرايسنج. في فرق يا جماعه ما بين التكلفه والسعر. التكلفه والسعر. الكوست estimation او الكوست assessing how much it will cost the organization to provide the product or service. يعني المؤسسه ايه هي التكلفه اللي ستتحملها عشان تنتج المنتج او الخدمه المطلوب تقديمهم في نهايه المشروع. بينما البرايسنج هي المؤسسه هتاخد كام من العميل عشان تنفذ المشروع ده، عشان تبرودوس البرودكت او السيرفيس ده. لما الكوست اللي جبناها هنا دي نحط عليها البروفيت، ده يدينا الايه؟ البرايس. ده طبعا يعني قد يعتبره البعض حاجه معروفه يعني من غير حاجه، ولكن قد يكون بعض الناس بيحصل عندها كونفليكت في الجزئيه دي شويه. فاحنا حبينا نوضح المفهوم ده عشان يبقى واضح لكل الناس. طيب كمان هنتكلم النهارده عن مفهوم مهم جدا ومن اهم المفاهيم اللي مبني عليها اصلا علم اداره المشروعات وعلوم اخرى، الا وهو الايرند فاليو مانجمنت. الايرند فاليو مانجمنت، الايرند فاليو مانجمنت اناليسيز او تحليل القيمه المكتسبه، بنعتمد عليها في ان احنا نقدر نعمل تقييم لاداء المشروع من حيث الاداء الزمني ومن حيث اداء التكلفه وكل الامور دي. طيب الايرند فاليو مانجمنت اناليسيز، او ايه هي الايرند فاليو اناليسيز؟ قال لك it is a methodology that combines scope, schedule, and resource measurements to assess project performance and progress. يعني هي methodology بتبتدي تعمل combine ما بين السكوب والسكادول والريسورسز ميجرمنت عشان نعمل assessment للproject performance وprogress. طيب it is commonly used the method of performance measurement for projects. تمام؟ دي من الحاجات اللي متعارف ان احنا دايما بنستخدمها في قياس اداء المشروعات. طيب الانتجريتد بيز لاين او الميجرمنت بيز لاين او البرفورمانس بيز لاين بيكون كومباينيشن ما بين السكوب بيز لاين والكوست بيز لاين along with the schedule بيز لاين. لما ناخد البيز لاين 3 بيز لاينز، واحنا قلنا قبل كده يا جماعه البيز لاين ده هو الفيرجن المعتمد من الحاجه. يعني انا لما اجي اقول عندي سكادول وعندي سكادول بيز لاين، يبقى السكادول لوحده كده ستيل نوت ابروفد، بينما سكادول بيز لاين هو ده الفيرجن الابروفد من السكادول، يعني بقى خلاص معتمد. تمام؟ طيب وبنوضح ان الايرند فاليو مانجمنت اناليسيز كان بي ابلايد تو اول بروجكت ان اني اندستري. طيب هنتعرف النهارده على شويه حاجات، ويا ريت اللي يركز بقى معايا من اول لحظه دي عشان هنبتدي نقول كلام مهم وكلام محتاج تركيز. هنتكلم عن شويه مفاهيم. حاجه اسمها earned value. translation هي القيمه المكتسبه. planned value. translation هي القيمه المخططه. actual cost التكلفة الفعلية. schedule variance هو مقدار التباين في الجدول الزمني. schedule performance index وهو مؤشر أداء الجدول الزمني. cost variance التباين في التكلفة. cost performance index هو مؤشر الأداء الخاص بالتكاليف. budget at completion وهي إجمالي التكلفة عند الانتهاء. واستيميت تو كومبليت وهو تقدير التكلفة حتى الانتهاء. واستيميت ات كومبليشن وهو تقدير التكلفة العام عند الانتهاء. تمام؟ طيب أنا طبعًا قاعد متخيل دلوقتي ممكن يكون في ناس، طبعًا أنا عارف إن في ناس أصلًا يعني مش أول مرة تاخد البي إم بي أو البروجكت مانجمنت، أو أصلًا ناس شغالة عملي وأوريدي بعض الحاجات دي إن لم يكن كلها خدوها. بس معنا ناس جديدة أول مرة تبقى اكسبوزد لحاجات زي كده. الناس الجديدة اللي أول مرة تكون اكسبوزد لحاجة زي كده ما تقلقش، مش مطلوب منك كرنتلي تحفظ حاجة، خليك ماشي معايا في السيكونس بتاع الشرح، وأنت على آخر آخر السيشن النهاردة هتلاقي نفسك مستوعب الأمور كلها. طيب يعني عشان بس يعني إيه، ده ربما تبقى الناس مش سامعة ولا حاجة، في ناس بعت مسج. طيب معلش يا جماعه، معلش ما نبعتش رسائل دلوقتي الا اذا كان في حاجه بس ايه urgent وانت عايز تخليني انتبه ليها. غير كده بلاش انك تعمل لي interruption باي مسج او اي حاجه. طول ما احنا انت سامعني ومفيش مشاكل، ارجوك ما تبعتش مسجز، وخلي فقره الاسئله، يعني خلي اي حاجه عايز تقولها في فقره الاسئله. طيب نكمل. تعالوا نبص للجراف اللي قدامنا ده ونركز مع بعض شويه. وانا اعتبروني بحكي لكم ستوري وخليكم معايا ونشوف الستوري دي مع بعض. انا عندي مشروع عايز انفذه، فقعدت عملت استيميشن للكوست بتاعتي وانا هصرف كام على مدار الوقت، فلقيت ان انا اللي انا هصرفه بيتبع هذا الكيرف، بيتبع هذا المنحنى. شايفين المنحنى اللي انا ماشي عليه ده اهو، هذا المنحنى، تمام؟ اذا المنحنى ده هو المخطط، انا مخطط اني هصرف المصاريف دي عشان اوصل للريزلت اللي انا عايزها. جميل. طيب لما جينا نشتغل فعليا، بقى في مصاريف فعليه قد تختلف عن المصاريف المخططه، فلقيت ان انا فيما يخص المصاريف ما مشيتش على الكيرف ده، لا ده انا بقيت ماشي على الكيرف ده، فيما معناه ان حضرتك مثلا في الاسبوع الاول، الاسبوع الثاني، الاسبوع الثالث كنت مخطط تصرف بالترتيب كده مثلا 10000 وبعدين 15000 وبعدين 18000، بس الواقع اللي حصل انك صرفت 12000 17000 20000، فبدل ما كان عندك الكيرف بالشكل ده بقى عندك الكيرف بالشكل ده فيما يخص التكلفه الفعليه او actual cost. طيب المفروض ان حضرتك تصرف شغل وكان مخطط برضو زي ما ان الفلوس تتصرف ان في شغل كمان يتنفذ، فبقى عندي شغل متنفذ، الشغل اللي اتنفذ فعليا مش ماشي مع التكلفه اللي انا كنت مخططها. طب انت عمال تقول لنا دلوقتي شغل متنفذ فعليا وتكلفه، في فرق ما بين الشغل والتكلفه، صح ولا صح ولا لا؟ في فرق ما بين الشغل والتكلفه، بس انا عشان اعرف احكم على الشغل بحوله لفلوس، وبالتالي باجي اقول ببساطه كاني بقول كده، انا عملت شغل، الشغل دوت يسوى كام؟ الشغل ده يسوى كام؟ حسب المخطط، مش يسوى كام بالفعل. وبالتالي بقيت لما جيت شفت الشغل اللي اتعمل ما طلعش هنا، لا ده الشغل اللي اتعمل طلع هنا، الشغل اللي اتعمل لما جيت اشوفه يساوي كام طلع يساوي النقطة دي. إذا أنا عندي حاجة هنا أنا كنت مخطط لها اسمها إيه؟ بلاند فاليو. تمام؟ لكن لما جيت صرفت لقيت ان اللي صرفته غير البلاند فاليو، بقى عندي حاجه اسمها ايه؟ اكتشوال كوست. طيب ولما جيت اشوف الشغل اللي اتعمل فعليا على الارض لقيت ان اصلا الشغل كمان حاجه ثانيه خالص غير اللي كانت مخططه، وبالتالي بقى عندي شغل هنا اقدر اطلق عليه اي في اللي هي ايرند فاليو، القيمه المكتسبه. بمعنى اصح انت عملت شغل يساوي كام؟ الشغل اللي عملته ده يساوي كام؟ لما انا دلوقتي اكون مكلفك بشغل او تكون حضرتك واخد مشروع وتكون مخطط انك عند الاسبوع الرابع تكون انتجت على سبيل المثال 100 قطعه، فاجي الاقيك وكنا مخططين ان القطعه الواحده هتتكلف $1، واجي الاقيك عملت 80 قطعه بس وصارف $120. اذا ال $100 كانت بلاند فاليو، ولكن ال 80 قطعه اللي اتعملوا لما اجي احولهم لدولارز هيبقوا $80، بقت ايه؟ ايرند فاليو. وبالنسبه لل $120 اللي اتصرفت دي اللي ما كانتش هي دي المخططه بقت اكتشوال كوست. تعالوا هنشوف برضو اكزامبل ونشوف الدنيا بتاعتنا. طيب الاول دي بس كده ايه؟ اندكس لكل الفورمولاز، مش الفورمولا دي للديفينيشن، انت تعرف الحاجه الاكرونيم والترم والاكسبلانيشن بتاعه، ده مجرد ريفرنس لحضرتك تقدر ترجع له وتشوف الدنيا دي. تعالوا نشوف الاكزامبل ده هيفهمنا كتير. عندنا مشروع ان احنا ننتج 20 ترابيزه في 20 يوم، وتكلفه كل سوري انا قلت ترابيزه وطبعا اخواتنا في بعض الدول مش عارفين، منضده تيبل، تمام؟ هننتج 20 تيبل في 20 يوم، وكوست بتاع كل تيبل $20، تمام؟ موضوع كلير جدا. طيب انا دايما بيكون عندي نقطه قياس يا جماعه، نقطه القياس بتاعتي هنا اللي هي اليوم الرابع. Today is day 4 we already spent $90 and produced 3 tables. calculate ايه بقى؟ عايز ال EV وال PV وال AC وال SV وال CV وال SPI وال SVI بالاضافه الى ال BAC. طبعا انا لو كتبت لك الحاجات دي هتقول لحضرتك يعني دي ادويه اروح اجيبها من الصيدليه، لان الناس برضو اللي هي اول مره تاخد الكلام ده هي شايفه قدامها مجموعه من الاكرونيمز او الحروف، وهي طبعا بالنسبه لها التفريق بينها صعب. بس لما نيجي مع بعض دلوقتي ونشوف احنا هنعمل ايه هتبتدي الحروف دي تثبت في ذهنك اكتر. طيب اول حاجه عايزين نسال نفسنا مبدئيا كده، احنا في اليوم الرابع، المفروض في اليوم الرابع اكون عملت ايه؟ انا كنت بقول 20 تيبل في 20 يوم، تمام؟ 20 تيبل في 20 يوم، يبقى المفروض في اليوم الرابع اكون عملت ايه؟ 4 tables. طيب التيبل اصلا كان الكوست بتاعها كام؟ 20. اذا لما اجي اضرب الاربعه تيبلز في ال 20 يديني 80. اذا البلاند فاليو عندي كام؟ 80. البلاند فاليو 80، 20 في 4 يديني 80. طيب على الجانب الاخر انا برضو انتجت كام؟ 3 tables. انا انتجت 3 tables، التيبل المفروض تكلفتها كام؟ $20. اذا الايرند فاليو اللي هم 3 tables انا ايرند ايه؟ انا اكتسبت او انا كسبت او انا ما تم انتاجه حتى الان هم 3 tables. طب ال 3 tables اللي انا انتجتهم من يساووا كام؟ يساوا 3 في 20 ب60. اهو earned value 20 في 3 tables يديني ايه؟ 60. اذا ال earned value 60 وال planned value 80. طيب الاكتشوال كوست، الاكتشوال كوست اهي من غير ما اعمل اي حاجه، يقول لك we already spent $90. We already spent $90 بالشكل ده. انا دلوقتي جبت الثلاثه الاساسيين اللي انا بجيب منهم كل حاجه بعد كده، ادي earned value، planned value، actual cost. انا دلوقتي عايز اجيب schedule variance وcost variance وschedule performance index وschedule cost index. هنا المفروض دي في يا جماعه مش سوري دي سي مش في، فكروني بس اعدلها في النسخه اللي هبعتها لكم تاني، دي اس سي اي اللي ابتدى سي بي اي سوري سي بي اي مش اس في اي. اوكي طيب وبادجت ات كومبليشن. طيب تعالوا مع بعض كده نشوف هو السكيدول فاريانس عباره عن ايه؟ هو التباين في الجدول الزمني. طب ببساطه شديده جدا التباين في الجدول الزمني ممكن يبقى عباره عن ايه؟ ممكن يبقى عباره عن انا كنت مخطط انتج ايه وانا فعلا انتجت ايه. ببساطه أنا كنت مخطط أنتج إيه وأنا فعلاً أنتجت إيه. طيب يعني هنا في علاقة ما بين إيه؟ ما بين البلاند فاليو وإيه؟ والإيرنت فاليو. أهو سكادول فاريانس إيرنت فاليو ماينس بلاند فاليو، يبقى 60 اللي أنا اكتسبتها ماينس 80 اللي أنا كنت مخطط إن أنا أكتسبها يديني ماينس 20. إذاً في فرق ما بين المخطط وما تم انتاجه فعلا يساوي 20. اذا انا متاخر عن الجدول الزمني بمقدار $20 او الكوست بتاع التاخيري $20. طيب على الجانب الاخر عايزين نجيب ايه؟ عايزين نجيب الكوست فاريانس. الكوست فاريانس بالمنطق كده هو التباين في التكاليف، هيبقى علاقه ما بين ايه وايه؟ علاقة ما بين التكاليف اللي أنا أو الشغل اللي أنا أنتجته والفلوس اللي أنا صرفتها. المفروض لو أنا ماشي صح يطلعوا الاتنين زي بعض. أنا كنت المفروض أصرف $1000 وآخد كذا قطعة، الاتنين لو واحد أو اللي أنا ماشي مظبوط حسب التكلفة يبقى إيه اللي هيحصل؟ ببساطة هلاقي إن القيمة دي هي القيمة دي، ولكن لان القيمه دي مش القيمه دي، لان الايرنت فاليو هنا غير الاكتشوال كوست. الايرنت فاليو انا اخدت 3 ترابيزات يساووا $60 لكن صرفت فعليا ما يوازي $90. اذا الكوست فاريانس او التباين في التكاليف هو ماينس 30. اذا انا متخطي حاجز التكاليف بتاعي ب $30. تمام؟ طيب عندي كمان سكيدول بيرفورمانس اندكس، هو مؤشر اداء الجدول الزمني، سكادول بيرفورمانس اندكس. Schedule Performance Index انا عايز اشوف انا ماشي مع الجدول الزمني بنسبه قد ايه؟ انا ماشي مع الجدول الزمني بنسبه قد ايه؟ لو انا ماشي على الجدول الزمني بالظبط يبقى اذا النسبه عندي هتطلع 1. لو انا اقل من الجدول الزمني يعني انا متاخر عن الجدول الزمني هيطلع اصغر من 1. لو انا سابق الجدول الزمني هيطلع اكبر من 1. وبالتالي Schedule Performance Index هو Earned Value على البلاند فاليو اللي هو بيساوي 60 over 80 يديني ايه؟ 0.75 0.75 تمام؟ إذا ده معناه ايه؟ معناه ان انا نسبة التزامي بالجدول الزمني 75%. يعني انا في النهاية مش ماشي على الجدول الزمني بالظبط، لا ده انا ماشي عليه بنسبة 75%. طيب على الجانب الاخر السي بي اي اللي احنا كاتبينها هنا اس في اي مكتوبة خطأ، هنعدل يا جماعة الحتة دي. لو الناس دلوقتي عندها طبعا ماتيريال الاس في اي دي اسمها سي بي اي مش اس في اي، ودي انا هعدلها. طيب السي بي اي ذا سيم نفس الحكاية، earned value على actual cost 60 على 90 اداني 0.66. وبالتالي انا اقدر اقول دلوقتي ان انا ملتزم بالبادجت اللي انا حاططها بنسبه 66%. نسبه الالتزام او نسبه ان انا ماشي على البادجت بنسبه 66%. طيب عايز هنا قبل ما ادخل على اخر ايتم اوضح لك حاجه تساعدك في انك تربط الدنيا ببعضها وان حضرتك تبتدي تسيف الدنيا دي في دماغك بشكل لطيف. دايما هتلاقي العلاقه ما بين earned value وحاجه ثانيه، يعني بصيت كده هنا شوف هنا دايما العلاقه بين earned value وحاجه ثانيه. لما نكون بنتكلم عن variance يبقى في طرح، لما نكون بنتكلم عن index يبقى في اسمه، لما نكون بنتكلم عن variance يبقى في ايه؟ طرح. لما نكون بنتكلم عن index performance index يبقى في اسمه. طيب لما اكون بتكلم عن schedule دايما هلاقي planned value، لما اكون بتكلم عن cost دايما هلاقي actual cost. لو لاحظتوا ان احنا عندي كذا حاجه، عندي earned value وplanned value واكتشوال cost، وكلهم بيتحولوا لاموال لفلوس لموني عشان اعرف اعمل نوع من انواع الايه الاسسمنت للبرفورمانس. فانا عندي هنا ايه ببساطه شديده جدا، عندي schedule variance وcost variance، وعندي schedule performance index وcost performance index. الفاريانس دايما حاجه ناقص حاجه، واللي في الاول دايما earned value. طب البرفورمانس اندكس حاجه على حاجه، واللي في الاول دايما earned value برضو. اذا انا باجي مع السكادول واحط هنا planned value، وباجي مع الكوست وبحط هنا ايه actual cost. يا رب يكون الموضوع دلوقتي بدا يبقى ايه كلير بالنسبه لك. budget at completion، نفهم بقى معنى budget at completion. يعني خلي بالكم يا جماعه انا مش بحفظكم معادلات قد ما انا عايزكم تفهموا المينينج. المينينج وان الموضوع يبقى لوجيك في دماغك هو ده اللي هيساعدك انك تفكر وتحل اسئله وتعرف تروح وتيجي مع اللي بيسالك وتعرف تجيب الاجابه عن طريق التفكير مش عن طريق الحفظ. تمام؟ فدايما حاول انا الحته اللي انا قلتها في الاخر دي مجرد شيء للتسهيل عشان تبقى ربطت حاجه بحاجه، فدايما تعمل لها ريكول. طيب budget at completion انا هنا بشوف المشروع دوت لما هيخلص هيتكلف كام؟ يعني انا هنا بتكلم على حاجه مخططه مش بتكلم على حاجه فعليه. budget at completion احنا هنا بنتكلم على الحاجه المخططه مش الحاجه الفعليه. وبالتالي انا لما اجي ابص هنا الاقي ان انا عندي 20 تيبل والكوست بتاع كل تيبل 20. فسمبلي كده budget at completion هتبقى ايه؟ 20 في 20 ب 400 اهو. budget at completion اللي هو 20 في 20 ب 400. طيب كده اتمنى ان الاكزامبل ده يكون وضح لكم الدنيا شويه. لسه هنكمل وندخل على حاجات ثانيه عشان نبقى فهمنا الامور. انا عندي بقى شويه حاجات بتتداخل مع فكره budget at completion و to completion وحاجات كتيره كده انت سمعتها لنا في الاول ولسه هتقولها لنا دلوقتي. من فضلك اعمل لنا ريزولوشن كده واعمل لنا ديفرنشيشن ما بين الحاجات عشان نعرف نفهم. طيب انا بقول لك ان budget at completion what بتجاوب السؤال بتاع what the total job is supposed to cost. يعني supposed مفترض. يعني ايه مفترض؟ يعني مخطط. يعني ايه؟ انا بقول اهو supposed يعني مفترض، ومفترض يعني مخطط. اذا budget at completion هي التكلفه بتاعت البروجكت. التكلفه بتاعت البروجكت على بعضه. طيب استيميت ات كومبليشن، تمام؟ استيميت ات كومبليشن، هنا انا ايه اللي حصل؟ انا المشروع اتحرك شويه، مش لسه انا واقف في اول المشروع قبل ما يبتدي، لا المشروع اتحرك شويه وجيت عند نقطه ما وبدات اقيس زي ما انا عملت في اليوم الرابع في الاكزامبل اللي فات. لقيت ان في ديفيشن حصل، لقيت ان انا مش ماشي زي ما هو مخطط. فعند النقطه دي ببتدي اتوقع ايه اللي جاي واضيفه على اللي فات عشان يعمل لي استيميت ات كومبليشن. تاني عند النقطه دي انا بتكلم بادجت ات كومبليشن، انا هنا لسه واقف في الاول خالص ومفيش ولا يوم عدى وانا بشوف انا مخطط ان المشروع يخلص بكام. تمام؟ طيب في استيميت ات كومبليشن انا كنت بدات بالفعل ووصلت اليوم ما، مثلا اليوم الرابع زي الاكزامبل اللي فات. ولما وصلت اليوم الرابع لقيت ان في ديفيشن او مفيش ديفيشن او ايا كان، يعني ماشي على المخطط او مش ماشي على المخطط، بس انا بقف عند النقطه دي واقيس واشوف انا فين، وبناء على النقطه اللي انا واقف فيها ببتدي اتوقع ايه اللي جاي. اتوقع ايه اللي جاي واقول اللي جاي هيبقى كذا بالاضافه للي فات، يبقى استيميت ات كومبليشن كذا. تمام؟ طيب الفرق ما بين الاثنين يديني حاجه اسمها variance at completion. variance at completion يعني الفرق او التباين عند انتهاء المشروع. ده بيجي نتيجه ايه؟ بيجي من طرح البادجت at completion ناقص estimate at completion ناقص estimate at completion. طيب انا في الكيس بتاعتي دي انا كنت مخطط ان المشروع كله يتكلف 400. لما وصلت عند اليوم الرابع لقيت ان انا كنت شغال او انا صرفت فعليا 90 واخدت شغل ب 60، اصبح في فرق 30. اذا لما انا اتوقع ان المشروع يكمل بقى بشكل كويس وان الاخطاء هكون عالجتها، فهو هيكمل حسب المتخطط، بس في 30 خلاص طارت مني، في 30 طارت مني، فاصبح ان الاستيميت ات كومبليشن لو انا هكملت على الوضع اللي انا فيه ده، صلحت اخطائي وكملت، يبقى هتكلف كام؟ 430 اللي هي استيميت ات كومبليشن. طيب الديفرنس ما بينهم هيبقى 400 ماينس 430 يديني ايه؟ ماينس 30. اذا انا عندي اوفر ران، عندي اوفر ران، كوست اوفر ران بمقدار $30. تمام؟ يا ريت يكون الموضوع كبير بالنسبه لكم. طيب ندخل على نقطه ثانيه مهمه. أنا بقى لما في السلايد اللي فات دي قلت لك إن أنا جيت عند اليوم الرابع وقست ولقيت إن في ديفيشن حصل، لقيت إن في ديفيشن حصل. فأنا هنا واقف عند النقطة دي محتار، يا ترى أنا هعرف أكمل بالبلاند ريت ولا هكمل بالأكتشوال ريت اللي أنا بقيت واصل له دلوقتي، ولا أنا هكمل إزاي؟ تمام؟ وهنا يجي الاكسبريشن بتاع استيميت تو كومبليت. استيميت تو كومبليت لو بنرجع كده معلش مع بعض يا جماعه للكيرف اللي كان عندنا هنا. هنا انا بكلمك على ادي بادجت ات كومبليشن اللي هو هنا، وادي استيميت ات كومبليشن اللي انا قلت لك عليه، اللي هو يا جماعه ايه؟ انا جيت عند النقطه دي وشفت ان في انحراف فبدات اكمل على الوضع الجديد. الوضع الجديد ده بالمناسبه هو تقريبا زي اللي ده زي ده، بس حط في الاعتبار الجزء ده معاه، فبقى عندي استيميت ات كومبليشن. طيب الحته دي بقى استيميت ات كومبليشن بالمناسبه هو كل الكيرف، بمعنى صح التوقع بعد النقطه اللي انا فيها دي اللي هو ده بلس الجزء اللي قبل الايه؟ نقطه القياس. لكن استيميت تو كومبليت هي الحته دي بس من هنا للاخر، من هنا للاخر دي كده اسمها استيميت تو كومبليت. من عند نقطة القياس للآخر استيميت تو كومبليت. طب من عند نقطة القياس للآخر بلس الجزء اللي قبل نقطة القياس اسمه استيميت ات كومبليشن. تمام؟ طيب الموضوع ده كله قبل بقى ما نشتغل فعليا اسمه بادجت ات كومبليشن. معلش استحملوني أنا عمال أقول لكم حاجات كلها شبه بعضها، بس حضراتكم إن شاء الله بعد المحاضرة لما تترفع لكم على اليوتيوب وتسمعوها أكتر من مرة هتلاقوا إن الكلام لوجيك وإن أنا بقول حاجات كونسيستنت مع بعضها. الأزمة بس كلها إنكم بتسمعوا تعبيرات وألفاظ ورموز كلها جديدة في وقت قليل، فهي دي الأزمة، لكن هتلاقوا إن الدنيا بالنسبة لكم مستقرة جدا ومفهومة جدا. طيب فإحنا عندنا هنا بقى إيه؟ سؤال بنسأله نفسنا، إحنا هنكمل إزاي؟ فقال لك a forecast for the estimate at completion may differ from the budget at completion based on the project performance. يعني ال EAC هتختلف عن ال BAC حسب ال project performance. If it becomes obvious, that the BAC is no longer viable, يعني أنا ما هعرفش أكمل حسب ال BAC, then we have an EAC اللي هو estimate at completion. وعشان نكالكوليت ال estimate at completion بنحتاج نمشي مع بعض الفرضيات. تمام؟ EAC forecast for ETC work performed at the budgeted rate. أول احتمال بقول والله إيه؟ أنا حصل عندي انحراف وبعدين أنا لما جيت قست عند اليوم الرابع واكتشفت الانحراف ده عرفت سببه وعالجته وهقدر أكمل بعد كده بنفس الريت المخطط، ألا وهو يعني أنا مثلا أنا كنت أنتجت في اليوم الرابع 3 ترابيزات بتكلفة 90. أنتجت في اليوم الرابع 3 تيبلز بتكلفة 90، إذا التيبل كده الكوست بتاعه كام عليا؟ 30. طيب ولكن المخطط إنها كانت تبقى كام؟ 20. طب يا ترى أنا هكمل بالكوست بتاع ال 30 لكل تيبل ولا بال 20 لكل تيبل؟ لو أنا ماشي أو أنا قدرت أسيطر على المشكلة اللي سببت لي الديفيشن وهقدر أكمل بالكوست بتاع البادجت ات كومبليشن. طيب انتوا سامعيني يا جماعه؟ المهندس حازم بيقول في مشكله في الصوت، لو سامعيني اكتبوا رقم 1. طيب مهندس باشمهندس حازم ممكن تكون المشكله عند حضرتك في الانترنت كونكشن او في السبيكر، فيا ريت تراجع. الناس سامعيني؟ الصوت بيقطع حاليا؟ الصوت بيقطع؟ لا معلش، لو الصوت بيقطع قولوا لي. حاليا الصوت بيقطع يا جماعه؟ طيب تمام، الصوت كويس ماشي. طيب زي الفل. يعني ممكن الناس اللي حاسه بالصوت بيقطع عندها مشكله في الصوت تراجع الانترنت كونكشن وتراجع السبيكرز بتاعها. تمام. واحيانا يا جماعه لو انتوا بتعملوا حاجات كتيره على البي سي ممكن ده الرامات لو قليله شويه او حاجه يسبب ان الصوت يحصل فيه انتربشن. طيب خلينا نكمل والصوت تمام ومحدش يعمل انتربشن تاني على الشات الا اذا في مشكله في الصوت. طيب فاحنا عندنا اول حاجه بنفترض ان احنا سيطرنا على المشكله وان احنا هنقدر نكمل حسب الوضع المخطط، الا وهو $20 for each table. $20 for each table. طيب في الحاله اللي زي دي هقول ايه بقى؟ هقول ال EAC اللي هي Estimate at Completion بتساوي Actual Cost زائد BAC ناقص AV. AV اللي هي ال Earned Value. BAC اللي هي ال Budgeted at Completion. وهنا ادي ايه؟ Actual Cost. نرجع تاني للشكل اللي كنا عليه. تمام؟ الشكل اللي كنا عليه، ايوه ثواني. هنا انا جيت عند النقطة دي ولقيت، يعني بصوا انا جيت عند النقطة دي وانا صرفت هنا، لكن انا هنا واقف عند الخط ده. طيب انا هقدر اكمل بالريت ده. تمام؟ إذا الكيرف بتاعي هيبقى عامل كده. تمام؟ ان انا ماشي عادي خالص وحصل بس عندي الزياده دي اللي هي في الحاله بتاعتي في الاكزامبل ال $30، ولكن انا هقدر اكمل على البادجت ات كومبليشن. فساعتها بقوم عامل ايه؟ بقوم قايل اكتشوال كوست اللي هي كل دي، بلس ايه؟ بلس بادجت ات كومبليشن دي اللي هي كل دي ناقص الايه؟ الايرند فاليو اللي هي دي. تمام؟ طيب تعالوا نشوف هناك. تعالوا نشوف هنا اهو اللي هي البادجت ات كومبليشن ماينس الايرند فاليو. انا بعيد يا جماعه وبنروح وبنيجي عشان انا عارف ان الجزء دوت ممكن يسبب لبعض الناس لخبطه، واحنا بنعيد تاني اهو، وان شاء الله برضو بعد ما نخلص لو في جزء مش واضح هنرجع نقول. طيب نيجي للاختيار الثاني. ان انا مش هعرف اسيطر على الخطأ، وان انا هستمر ان انا انتج الترابيزات او التيبلز مش ب 20 دولار لكل تيبل، لا ب 30 دولار لكل تيبل، اللي هو الواقع اللي انا بقيت عايشه دلوقتي، ان انا وصلت لليوم الرابع وبنتج 3 تيبلز ب 90 دولار. تمام؟ في الحاله دي المعادله هتبقى EAC بتساوي بادجت ات كومبليشن على السي بي اي الجديد اللي انا جبته نتيجه القياس اللي هو كان طالع لي 0.666. طيب نيجي بقى للحاله الثالثه. انا لحد كده انا خدت في الاعتبار ايه؟ خدت في الاعتبار الكوست بيرفورمانس اندكس اللي هو بيقول لي ان انت انتجت 3 تيبلز ب 90 دولار، لكن ما خدتش في الاعتبار ان انا وصلت لحد اليوم الرابع وما انتجتش الا 3 تيبلز بس. انا كده ما خدتش في الاعتبار السكادول بيرفورمانس اندكس. فالاحتمال الاخير هو ان انا اخد الاثنين مع بعض، اخد الكوست بيرفورمانس اندكس مع السكادول بيرفورمانس اندكس. فالمعادله الاخيره دي هتلاقيها ميكس من المعادلتين اللي فوق. هتلاقيني خدت الاكتشوال كوست اهو، وخدت بعد كده الجزء دوت حطيته هنا كبسط. تمام؟ وخدت تحت بقى بدل ما هنا سي بي اي بس، بقى سي بي اي مضروب في الاس بي اي. عشان اعمل ايه؟ انا بقول في المعادله دي ان انا هحط في الاعتبار النيو كوست بيرفورمانس اندكس والنيو سكادول بيرفورمانس اندكس. يعني هشوف استيميت ات كومبليشن في ضوء الوضع اللي انا بقيت واصل له، ان انا بنتج 3 ترابيزات في 4 ايام، وبنتج 3 ترابيزات او 3 تيبلز ب 90 دولار. تمام؟ فكل واحده منهم هتبقى في اتجاه. طب تعالى نشوف كمان التو كومبليت بيرفورمانس اندكس. تو كومبليت بيرفورمانس اندكس وهو المعدل او الاندكس اللي انا هكمل بيه الشغل لحد الاخر. انا كنت بجيب يا جماعه حاجه اسمها كوست بيرفورمانس اندكس، تبقى حاطه في الاعتبار الجزء اللي اتنفذ والجزء اللي لسه هيتنفذ. تمام؟ طيب انا النهارده عايز اوصل لتو كومبليت بيرفورمانس اندكس يحقق لي حاجه معينه. يعني انا النهارده قررت ان انا اجي اقول والله لا معلش، انا جالي السبونسر، انا مدير المشروع وجالي السبونسر لقاني صارف اكتر، لقاني صارف 90 وانتجت ما يوازي 60، واحنا في اليوم الرابع. قال لي بص يا زول انا ما عنديش تفاهم، انت هتخلص حسب البادجت اللي احنا مكملينها اللي احنا حاطينها. هتخلص حسب البادجت اللي احنا حاطينها، فاتصرف. فانت بقيت دلوقتي في موقف بتسال نفسك انا عشان اخلص حسب البادجت المخططه اعمل ايه؟ فرحت واخد الشغل اللي متبقي قسمته على الفلوس اللي متبقيه عشان تطلع حاجه اسمها تو كومبليت بيرفورمانس اندكس، عشان اوصل للمعدل اللي انا المفروض امشي عليه عشان اخلص حسب الرقم اللي هم قالوا لي عليه. يعني هنا انت مش عندك سي بي اي بتبتدي تشتغل عليه، انت بتكريت السي بي اي اللي المفروض تشتغل عليه عشان تحقق تارجت معين في الكوست، عشان تحقق تارجت معين فين؟ في الكوست. طيب يبقى تي سي بي اي از سي بي اي عادي، بس that must be achieved in order to meet a certain management goal for the project such as budget at completion or estimate at completion. فحضرتك النهارده لما وصلت للاستيميت ات كومبليشن اللي انت جبتها من المعادله اللي فاتت دي اللي احنا كنا بنتكلم عليها اللي هي دي، تمام؟ استيميت ات كومبليشن بعد ما وصلت الرقم بقيت عايز تعرف ايه هي الكوست بيرفورمانس اندكس اللي انت المفروض تمشي عليها عشان تقدر تحقق الكلام. طيب عشان نفهم برضو يعني ايه كوست بيرفورمانس اندكس وتو كومبليت بيرفورمانس اندكس، انا هنا بعمل ايه؟ او انا هنا بدور على ايه؟ تعالوا ناخدها كده بالكلام وبالدنيا اللطيفه. أنا كنت مخطط إن البروجكت اللي فات دوت يكلفني 400 دولار. وأنا جيت عند اليوم الرابع لقيت إن أنا صرفت 90 دولار وأنتجت كام؟ أنتجت 60، أنتجت 3 تيبلز ب 60 دولار. طب أنا كده متبقي في إيدي كام؟ أنا متبقي في إيدي 310. بس أنا متبقي لي شغل يوازي كام؟ أنا متبقي لي شغل يوازي 340. يبقى ال 340 دول هم الريميننج، الورك ريميننج. 340 دول هم ايه يا جماعه؟ الورك ريميننج. طيب والفلوس اللي متبقيه معايا هي عباره عن 400 ناقص ال 90 يبقى 310. يبقى اذا 340 على 310 هيطلع لي رقم اكبر من الواحد الصحيح. رقم اكبر من الواحد الصحيح فور اكزامبل قول ان هو هيبقى 1.1. طب ده معناه ايه؟ معناه ايه ان يبقى عندي كوست بيرفورمانس اندكس اكبر من الواحد الصحيح اللي هو 1.1. معناه ان الحاجه اللي كانت بتكلفني جنيه انا عايزها تكلفني 90. الحاجه اللي كانت بتكلفني جنيه او دولار انا عايزها تكلفني 90 سنت. وبالتالي انا ساعتها اقدر اوصل لنفس البادجت ات كومبليشن اللي انا كنت عايز اوصل له في النهايه. يعني انا التيبل بتاعتي هوصل لمعدل بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان الورك ريميننج اللي هو 340 ده على الفانس ريميننج اللي 310 طلعت 1.1. لما يبقى عندي كوست بيرفورمانس اندكس 1.1 يبقى اذا انا المفروض ابرودوس كل تيبل مش ب 20 دولار، لا ده كمان ب 18 دولار عشان اقدر في النهايه اوصل للبادجت ات كومبليشن اللي احنا كنا بنتكلم عليه. تمام؟ يا ريت الجزء ده يبقى واضح. انا اتكلمت هنا في اكتر من نقطه. تو كومبليت بيرفورمانس اندكس، ايه هو البيرفورمانس اندكس اللي المفروض امشي عليه عشان اوصل للمانجمنت جول اللي انا عايزه؟ طبعا انا عندي هنا تو اوبشنز، اوبشن بتاع البادجت ات كومبليشن وهتلاقوا هنا في شكل كده شبه الشكل اللي انا رسمته لكم هناك، شايفين؟ خليكم معايا كده في الليزر بن وانا بحركه، شايفين كده احنا ماشيين ازاي؟ اهو اهو. طب تعالوا افكركم كده بالشكل اللي انا رسمته هنا. لما قلت لكم هكمل حسب البادجت ات كومبليشن، انا جيت مشيت كده 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 اهو، ورحت نازل كده ورحت عامل كده. ده نفس اللي حصل هنا دلوقتي كده اهو. انا جيت ماشي كده ماشي كده اهو، ورحت عامل شارب عشان اكمل حسب الايه؟ بادجت ات كومبليشن. طب لو انا هكمل حسب الاي اي سي اللي هي مش المخططه، اللي هي ميكس ما بين المخطط وما بين الاكتشوال، فاصبح عندي مانجمنت جول جديد. المانجمنت جول الجديد مكانه هنا مش هنا، فبقيت عايز امشي ازاي؟ بقيت عايز امشي كده. تمام؟ ده اللي هو التي سي بي. طيب الايكويشن او الفورميلا هنا عندي عباره عن ايه؟ زي ما قلت لك الورك ريميننج اوفر فانس ريميننج، ورك ريميننج اوفر فانس ريميننج، اللي هي عباره عن ايه ورك ريميننج؟ قال لك اللي هو بادجت ات كومبليشن ناقص ايرند فاليو، اللي احنا لما طبقناها من شويه قلنا 400 ناقص بتاع دوت 400 ناقص 60 طلع 340. طيب فانس ريميننج، فبيقول لك هنا ان انت عندك تو ايكويشنز، انت هتشتغل باني واحده فيهم؟ بادجت ات كومبليشن ناقص اكتشوال كوست ولا استيميت ات كومبليشن ناقص اكتشوال كوست؟ شوف انت عايز تشتغل باني واحده فيهم. تمام؟ فبناء على اللي هيطلع لك هنا اللي هي المفروض بادجت ات كومبليشن ناقص اكتشوال كوست اللي هي 400 ناقص 310 ناقص 90 310 هيبقى 340 اوفر ال 310. تمام؟ يا ريت يبقى الموضوع واضح. تعالوا ناخد الاكزامبل اللي قدامنا ده. انا عندي مشروع ان انا محتاج ابني 4 جدران، محتاج ابني 4 جدران. تمام؟ طيب مهندس ربيع معلش هتنتظر بس، يعني احنا فاضل لنا ناخد الاكزامبل ده بعدين ناخد بريك ونرجع تاني نكمل وفي الاخر خالص هنتناقش. احنا عندنا مشروع نبني 4 جدران. كل جدار هنبنيه في اسبوع، وكل جدار هيتكلف معايا 1000 دولار، وبالتالي المشروع كله هيكلفني 4000 والمشروع كله هياخد 4 اسابيع سمبل. طيب الوركينج دايز، انا ما بشتغلش كل الايام، انا بشتغل 5 days per week starting on Saturday and finish on Thursday by 5 PM. خلاص انا بشتغل 5 ايام من Sunday to Thursday من 9 ل 5، واسيوم is linear، يعني احنا ماشيين بمعدلات linear والناس المهندسين فاهمين يعني ايه linear. تمام؟ والناس اللي مش مهندسين لينير يا جماعه يعني معدل التقدم هو معدل ثابت. انا كل يوم بعمل شغل زي اليوم اللي قبله، ما باجيش في يوم اعمل شغل قليل قوي وبعدين اعمل في شغل تاني اللي هو الشغل بقى الايه؟ اللوغاريتميك والدنيا دي كلها. طيب احنا بنسال نفسنا سؤال. تمام؟ او مش بنسال نفسنا سؤال، هو في سؤال في الاول بيقول لك احنا جايين نقيس عند الاسبوع الثاني يوم الاربعاء الساعه 5 PM، يعني هيكون عدى عندنا كم يوم؟ الاسبوع الاول كله 5 ايام والاسبوع الثاني عدى منه 4 ايام، واحنا عند 5 PM يعني عند نهايه اليوم يعني بالفعل قفلنا 9 ايام. طيب لما احنا نكون قفلنا 9 ايام حسب اللي انا قلته لكم من شويه هنا، يا ترى البلاند فاليو ايه؟ يعني انا عند النقطه دي المفروض اكون خلصت ايه؟ والله انا متفق من الاول، او احنا متفقين ان بنخلص جدار كل اسبوع. اذا الاسبوع الاول انا خلصت جدار، وفي الاسبوع الثاني انا اكون خلصت ما يوازي 4 على 5 من جدار. مش انا في ال5 ايام بخلص جدار وانا في اخر اليوم الرابع والدنيا لينير، يبقى انا هكون خلصت ما يوازي 4 على 5 من جدار. اذا انا في الاسبوع الاول خلصت كل الجدار ده، ففي الاسبوع الثاني اكون خلصت 80% من الجدار الثاني، خلصت 80% من الجدار الثاني. طيب لما اجي اشوف الكلام ده كله، الكلام ده يمثل بالنسبه لي، انا قلت الجدار بكام؟ الجدار ب 1000، و80% من ال 1000 800. يبقى ببساطه البلاند فاليو هي عباره عن الجدار زائد ده. طيب هنا ده ب 1000 وده ب 800، يبقى كله كام؟ 1800. اهو وول 1 100% يساوي $1000، وول 2 يساوي 80% equals $800. اوكي، يبقى كله $1800، دي البلاند فاليو. طيب لكن اللي حصل بقى، ان احنا عند الاسبوع الثاني يوم الاربعاء الساعه 5 كان الشغل اللي اتنفذ كالاتي: جدار كامل تم الانتهاء منه، وتم الانتهاء من 50% من احد الجدران و10% من احد الجدران. ده اللي حصل فعليا. ده اللي حصل ايه فعليا؟ انا دلوقتي عايز اطلع من اللي انا شايفه قدامي ده الايرند فاليو. طيب انا طلعت من هنا بايه؟ بجدار، و10% من جدار، 50% من جدار، نحط ال 10% على 50% يبقى 60%. طيب وادي جدار، يبقى ايه؟ 100% و60%. نضرب بقى الكلام ده في 1000. اهو 100% في 1000، و50% في 1000، و10% في 1000، كله طلع كله 1600. اذا الايرند فاليو هي القيمه المكتسبه. انا عملت شغل يساوي كام؟ يساوي $1600. تعالوا بقى نروح نشوف ايه هي ايه البارامتر اللي ناقص دلوقتي. انا جبت البراند فاليو، جبت الايرند فاليو، ايه البارامتر اللي ناقص؟ مظبوط، اكتشوال كوست. طيب الاكتشوال كوست ده لازم يبقى جيفن، يعني انا مش هخترعه، لازم هو يقول لي انا صرفت كام. فطلع اللي اتصرف $2250. اذا انا المفروض كنت اعمل في اليوم في الوقت ده شغل ب 1800، انا عملت شغل ب 1600، ولكن فعليا صرفت 2250. ولكن فعليا صرفت كام؟ 2250. طيب وبالتالي ادي الايرند فاليو، ادي سوري البلاند فاليو، الايرند فاليو، اكشوال كوست. لما اجي اشوف السكادول فاريانس اقول ايه؟ ايرند فاليو ناقص بلاند فاليو، 1600 ناقص 1800 يديني ماينس 200. لما بحط الحاجه ما بين قوسين يا جماعه معناها ماينس. طيب كوست فاريانس از ذا سيم، ايرند فاليو ماينس اكشوال كوست. يبقى انا عندي هنا ايه؟ 1600 ماينس 2250 يبقى 650 برضو بالماينس. تمام؟ طيب لما نيجي نطلع برضو السكادول بيرفورمانس اندكس هنقول ايرند فاليو اوفر بلاند فاليو ب 1600 اوفر 1800 يديني 9/10 او 90%. وهنا ايرند فاليو اوفر اكشوال كوست اللي هو 1600 اوفر 2250 يساوي 7/10. طيب احنا عايزين نعرف دلوقتي معنى ال 9/10 و 7/10 معناها ايه؟ معناها ان حضرتك ملتزم بالجدول الزمني بنسبه 90%، وملتزم بالبادجت بتاعتك بنسبه 70%. تمام؟ معنى كده انك مش ملتزم 100%. تمام؟ طيب احنا كده خلصنا، وهناخد الجزء دوت بعد البريك ان شاء الله. ولو المهندس احمد معانا، المهندس احمد معانا؟ معاك يا هندسه. طيب يا فندم، انا بسيب لحضرتك المايك كده وهرجع الساعه 9:05 ان شاء الله. موجود يا باشمهندس؟ معاك يا هندسه. السلام عليكم يا شباب، الصوت واضح؟ لو الصوت واضح نضغط رقم 1. جميل خالص. في حد عنده أي سؤال؟ معكم أحمد دعم فني، اللي عنده أي سؤال، محتاج أي حاجة، في حاجة واقفة له، محتاج يفهم أي شيء كإدارة كورس، يعني مش الكورس نفسه، اتفضل يعني. اجابات الكويز دي هندسه حضري، هندسه ارفع حضرتك. ايه تاني؟ انا رفعت لك الاول والتاني، التالت لسه ما اترفعش. الروابط كلها في اول بوست يا هندسه، هتلاقي في روابط المجمعه بتاعه الكورس، هتلاقي فيها كل الروابط اللي حضرتك عاوزها. عاوزين سيشن لكيفيه تسجيل الامتحان؟ حاضر يا باشمهندس، هنبقى نظبطها نشوف الموضوع ده. خالد طارق عندنا سؤال من اول محاضره، ارسله خاص من عينيا. حاضر يا باشمهندس ابراهيم. الكورس يا شباب، الباشمهندس ثواني بس عشان اسمي تهمني، مهندس خالد. الكورس عباره عن 13 محاضره، المفروض ان هو كل يوم سبت وثلاث الساعه 8 بتوقيت مصر، 8 مساء بتوقيت مصر. في طبعا شروط لحصول الشهاده في الاخر، اللي هي الشهاده بال 35 ساعه اللي بتؤهلك للامتحان الدولي، ان انت تكون حاضر 9 محاضرات من ال 13، حلل 9 والذات، عندك الاختبار النهائي في 65% درجه النجاح، وبناء عليها هتطلع لك الشهاده ب 35 ساعه فور فري. اوكي، اما لو انت عاوز تتابع الكورس فكده كده المحاضرات مسجله، بتترفع على اليوتيوب، البلاي ليست مع الماتيريال، وعاملين احنا رابط للمكتبه شامله الكويزات باجاباتها بالماتيريال بتاعتها بكل ما تتعلق الحاجات اللي انت عاوزها، هتلاقيها في جوجل درايف، مكتبه عاملين لنا على جوجل درايف، كل الروابط دي على البوست. محاضره 5 يا باشمهندس خالد، فللاسف احنا كده عندنا ال4 محاضرات. اوكي كده، في حد عنده سؤال تاني يا شباب؟ في حد عنده حاجة وموقف عليه؟ لسه في الماتيريال، ممكن ترفع فايل رقم 2 تاني. كل الماتيريال يا باشمهندس موجودة في ملف اسمه ماتيريال على المكتبة. لو عندك مشكلة بقى كلمني خاص وأنا هبعتها لك على الخاص. سجل اسمك من محاضرتين، سجل اسمك فين يا باشمهندس؟ في لينك الاستبيان؟ لينك الاستبيان كده كده محطوط في برضه في رابط المجمع يا باشمهندس مصطفى، هتلاقيه في اول بوست. قعدت بالفيسبوك، يعني انت كلمتني وانا ما حلتلكش المشكله، توصل؟ هرفعه لك دلوقتي يا باشمهندس. باشمهندس محمد عادل، انت كلمتني وانا ما حلتش المشكله؟ مهندس محمد عادل، مهندس محمد عادل سامعني كويس؟ صوت واضح يا شباب؟ سامعيني الاول؟ تمام اهو، حلو. يعني انا رديت عليك؟ حليت لك المشكله يعني؟ ولا قلت لك كلمني خاص؟ طب بعد اذنك يا باشمهندس كلمني خاص وانا هحل لك المشكله. اوكي؟ لو المشكله ديت كلمني خاص وانا هشوف المشكله فين بالظبط وحلها. في حد عنده مشكله تانية يا شباب؟ ها؟ هرفعها لك دلوقتي يا باشمهندس ان شاء الله، بعد المحاضره هتلاقيها مرفوعه. ايه تاني يا شباب؟ ها؟ مهندس ابراهيم سلامه، جزاك الله خير يا باشمهندس. انا تحت امرك يا باشمهندس في اي وقت. ايه في حد عنده سؤال تاني؟ والله قلت انا هرفعه بعد المحاضره. صح ما ادعي الاتريس. هرفعه بعد المحاضره على طول. ايه تاني؟ ها تمام. طيب بما ان ما حدش طب ثواني كده اشوف المهم هيبقى امتى. ربنا يبارك فيك يا باشمهندس محمد علاء. باشمهندس ربيع جزاه الله خيرا حط لك اللفه. ايه في حد عنده سؤال تاني؟ مهندس انور ومهندس ربيع ورافعين ايدهم، في مشكله؟ نوت وركينج. نوت وركينج. باشمهندس احنا قلنا كل مره الاستبيان بتتفتح في اخر المحاضره. في اخر المحاضره. اوكي؟ ولا يهمك يا باشمهندس انور. ما احنا قلنا يا باشمهندس مصطفى ان لينك الاستبيان موحد عشان انتوا كل مره تسالوا فين رابط الاستبيان، فانا وحدته لكم على كل المحاضرات هيبقى نفس رابط الاستبيان، بس كل مره بيتفتح ساعه في اخر المحاضره هتلاقيه اتفتح نفسه، يعني انت ايه ما تتعبش اعصابك. كل مره تضغط على نفس الرابط هيفتح لك الاستبيان. هتخش دلوقتي هتلاقيه مقفول، هتخش بعد المحاضره هتلاقيه مقفول، هتخش في اي وقت هتلاقيه مقفول. هو الوقت الوحيد اللي اول لما بتبدا الاسئله بتاعه المحاضره الباشمهندس بيجي في الاخر بعد ما بيخلص بيقول يا جماعه في حد عنده اي سؤال، بتبداوا تسالوا بقوم انا فاتحه. الناس طول الفتره دي وكمان انا بدخل بعدها لغايه اما الناس تستكفي خالص، وكل اللي قاعدين في القاعه معايا واللي على اللايف يقولوا يا جماعه بعد اذنكم احنا عاوزين، في مشكله انا مش عارف اسجل، حاجه معلقه، حاجه مش عارف ايه، بفضل قاعد لغايه اما الكل يسجل وبعد كده بقوم قافل عشان ما حدش يجي بعد كده يقول لك ايه معلش اصل ما عرفتش، معلش اصل اتقفلت مره واحده. انا بفضل قاعد ما بقفلش القاعه وما بقفلش حتى البتاع لغايه ما الكل يسجل. اوكي؟ هو نفس الرابط عشان الناس ما تتوهش. هي في حد عنده سؤال؟ مهندس ربيع لسه رافع ايده. مهندس ربيع لو في حد عنده سؤال تاني؟ نو ثانكس. اوكي. يا باشا احنا تحت امرهم عليك. يا شباب لو سألتكم كم واحد شغال بلاننج هنا ممكن يعني تعملوا رقم واحد اللي شغال بلانر، بس بلانر بلاننج في اي حاجه، بلانر بلاننج انجينير برامج زمنيه. ولا واحد؟ دكتور ابراهيم بس. اثنين ما شاء الله. والله يا باشمهندس على حسب يعني. كورس انجلش هنشوفها دي. سالتك هنا قبل المحاضره وقلت لك ادينا نبذه عن الموضوع ده. موضوع ايه يا باشمهندس محمد سعيد؟ معلش قول تاني، معلش عشان احيانا كده بتلخبط يعني. لا في 3 يا باشمهندس، بس انا لسه هنزلها لكم. بلاننج عاوز تعرف يعني الليله ماشيه ازاي في البلاننج يعني؟ البلاننج انجينير ده يا باشمهندس بيعمل كنترول على الشركه او المشاريع على حسب هو السكوب اوف ورك بتاعه ايه؟ هل هو ماسك اداره كامله ولا هو بروجكت واحد؟ تمام، بيعمل له كنترول من كل حاجه بقى، من الماتيريال في الريسورس بتاعتك سواء مان باور ريكومنت الكلام ده، وفي نفس الوقت بيعمل له البرنامج الزمني كبيز لاين الريكفري بتاعه والمتابعه الابديتنج الديلي ريبورت ويك ريبورت، يعني حاجات كتير يعني. مش عاوز اعقدك من كتر الحاجات اللي بيعملها، بس يعني ايه ده السكوب فورك العام يعني. عاوزه المحاضره دي يا هندسه؟ ان شاء الله قريب يا هندسه، عن قريب. طبعا التولز اللي بيستخدمها هو اساس نجاح المشاريع. هو اساس نجاح المشاريع فعلا يا باشمهندس يا دكتور ابراهيم، بس الاساس يعني المشروع هينجح بالذات لو انت فيه بصراحه. كفايه ان انت فيه، انا كده ضمنت النجاح حتى لو مفيش بلان. عايز كورس اجايل؟ حاضر يا باشمهندس، نحاول نظبطها زي كورس البي ام بي كده يا باشمهندس. ايه باشمهندس احمد شرح المره اللي فاتت الاجايل في اخر المحاضره، ممكن حضرتك لو سمعت المحاضره تاني هتاخدي نبذه عن الاجايل. ولو حبيتوا يعني في فيديوهات كتيره موجوده على النت بتشرح الاجايل كويس، بس طبعا مش كورس كامل يعني، بتشرح مفردات عامه. الاجايل ده اداره مشاريع باشمهندس وليس لبتوع الاي تي بس، والدليل ان البي ام بي هتدخلها في الاصدار الجاي ان شاء الله. هو نوليدج في الاخر. من عينيا يا باشمهندس محمد، وانت بعت لي فين على الخاص؟ على الاكونت بتاعي؟ محدش بعت لي حاجه على الخاص يا باشمهندس. اه ماشي. تمام، لكن اللي اقصده ان المؤسسات السوفت وير بتاع هو يعني هو كان النولج ده بيستخدم في معظم السوفت وير الاول، بس بعد كده بدا ان هو عارف انت لما بيكون في حاجه كويسه استخدمت في فيلد معين فالباقي بيوحدوه على الجميع بما ان الليله تمشي عليهم يعني. هو في كويز طبعا باشمهندس سلمى مهندس وليد، ازيك يا باشمهندس وليد؟ في ان شاء الله. يعني باشمهندسين في اسئله ثانيه؟ طيب الباشمهندس احمد هيدخل معاكم دلوقتي، واستنوني في البريك الجاي عشان هشرح لكم بعض الحاجات الخاصه بالاكاديميه. اوكي؟ ضروريه شويه. فارجو ان ان الناس تكون مركزه معانا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم، يا ريت ناكد الصوت مع بعض يا جماعه. صوت مسموع؟ طيب تمام، زي الفل زي الفل. هنبتدي دلوقتي في جزء تاني مهم. احنا خلاص قلنا الاكزامبل. انا عارف ان انتم ممكن يكون عندكم اسئله في الجزء اللي فات، فاللي عنده سؤال يكتبه ونخليه للفقره بتاعت الاسئله ان شاء الله. طيب هنتكلم دلوقتي عن شويه مفاهيم مهمه. اول مفهوم عندنا هو البريزنت فاليو. قبل ما اشرح لك يعني ايه بريزنت فاليو وفيوتشر فاليو، عايز اقول لك ايه؟ عايز اقول لك هل ال 5000 جنيه النهارده تساوي او تقدر تشتري اللي كانت بتشتريه ال 5000 جنيه من 5 سنين؟ طبعا لا. تمام؟ هل قيمه الدولار في مصر تحديدا في مصر، لانه في مصر حصل تغيير في قيمه الدولار او قيمه الجنيه مقابل الدولار على مدار السنين اللي فاتت؟ طبعا لا. طيب اصلا بعيد بقى عن اختلاف قيمه الجنيه مقابل الدولار والكلام ده كله، في حاجه اسمها تضخم. التضخم دوت هو ان الفلوس اللي في ايد حضرتك كل سنه بتشتري حاجات اقل من اللي كانت بتشتريها السنه اللي قبلها. والتضخم ده بيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن ان الانتاج او السلع اللي موجوده على نطاق بلد معينه هي او بتزيد بمعدل قليل مقابل في فلوس اكتر في ايد الناس. فالناس دي كلها بتتصارع او تتنافس على السلعه دي، وبالتالي بعد ما كانت الحاجه دي بتسوى 5، بما ان في ناس معاها فلوس اكتر، فالناس الحاجات دي مش هتكفي كل الناس، فبيبتدي الناس دول يتنافسوا عليها، وفي اللي يعرض انه ياخدها ب6، وبالتالي الحاجه اللي كنا بنجيبها ب5 بقينا بنجيبها ب6. طبعا احنا مش هندخل في حته ايكونومكس ونقعد نشرح اسس وحاجات اساسيات في الاقتصاد، ولكن احنا عارفين ان في تضخم. ايه اللي بيعادل التضخم دايما؟ هي نسبه الفايده المعلنه من البنك المركزي، وبالتالي باقي البنوك كلها بتحط المارجن بتاعها او بتحط الهامش بتاع الربح بتاعها فوق النسبه المعلنه من البنك المركزي. طبعا البنك المركزي عندنا في مصر بيقابله مؤسسه مشابهه، المفروض في دول اخرى بيبقى اسمها البنك المركزي او مؤسسه النقد، او مثلا في امريكا اللي هو المؤسسه الفيدراليه للنقد او حاجه زي كده. طبعا في كل بلد بتبقى فيه مؤسسه بتدير السياسه النقديه وليست السياسه الماليه، في فرق بين السياسه النقديه والسياسه الماليه، وانا مش عايز اتفرع معاكم اكتر من كده، ولكن احنا بنتكلم عن السياسه النقديه. والبنك المركزي بيكون مسؤول عن تحديد سعر الفائده. تحديد سعر الفائده لما يقول لك دايما سعر الفائده كذا، فده بيبقى مؤشر لحاجات كتيره جدا في البلد دي، مؤشر اقتصادي ومؤشر له علاقه بالنمو ومؤشر له علاقه بالسيوله ومؤشر له علاقه بالتضخم وهكذا. المهم التضخم ده بيتعادل بحاجه اسمها الانترست ريت او الفائده البنكيه. اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان انا بستخدم الانترست ريت ده عشان اقدر احسب قيمه الفلوس بعد وقت معين. انا النهارده لما اجي اوعدك ان انا هديك 2 مليون جنيه بعد 5 سنين، ما ينفعش ان انت عقلك يفهم ان هم 2 مليون جنيه. ليه؟ لان هم بعد 5 سنين. وال 2 مليون لما هتديهم لي النهارده مش زي ما هتديهم لي بعد 5 سنين. وبالتالي انا لما اجي النهارده اتكلم معاك واقول لك هديك 2 مليون بعد 5 سنين، انت المفروض تقعد تحسب حساباتك وتقوم تتوقع المبلغ ده كام النهارده. خليه طلع 1.3 مليون، فانت بتبتدي تاخد قراراتك بناء على ان المبلغ اللي انت هتديهوني بعد 5 سنين بسعر النهارده يساوي 1.3. طيب يساوي 1.3. وبالتالي انت دايما عندك قدره على انك تعرف الفلوس اللي هتجيلك في المستقبل تساوي كام بسعر النهارده، او الفلوس اللي معاك النهارده لو حبيت ترحلها للمستقبل هتساوي كام. وبالتالي اصبح عندي حاجه اسمها بريزنت فاليو اللي هو سعر النهارده او قيمه الحاجه النهارده، وفيوتشر فاليو اللي هي القيمه المستقبليه للفلوس. طيب بس ببساطه شديده جدا، لو انا جيت قلت لك ان انا النهارده عندي 50,000 انا معايا 50,000، انا هديك مبالغ كالاتي: 50,000 النهارده، و35,000 بعد سنه، و15,000 بعد سنتين. اذا المجموع كلي 100,000 جنيه. انت كده هتقول لي يبقى انا هاخد منك 100,000 جنيه. هقول لك لا، غلط. انت هتاخد 50,000 النهارده، اذا هي 50,000. تمام؟ انت هتاخد 50,000 النهارده، اذا هي 50,000. لكن هتاخد 35,000 بعد سنه، اذا هي مش 35,000، هي تساوي بسعر النهارده 31,000. وهتاخد 15,000 بعد سنتين، ولكن هي مش 15,000، هي تساوي 12,000. جبنا بقى الارقام دي منين؟ جبناها عن طريق المعادله دي اللي بتقول لك ان البريزنت فاليو تساوي الفيوتشر فاليو على 1 + r أس t to the power of t. 1 + r to the power of t. تمام؟ يبقى future value over 1 + r over the power of t. احنا عندنا هنطبق المعادله، عندنا هنجيب الفيوتشر فاليو اللي هي مثلا 35 نحطها هنا 1 بلس ار ار اللي هو بيقول لك هنا الانترست ريت، قال لك اسيوم 10% انترست ريت ديسكاونت ريت، بنسميه احيانا برضه ديسكاونت ريت، يبقى 1 بلس 1/10 تو ذا باور اوف تي، تي اللي هي عدد السنين او عدد الوحدات الزمنيه اللي انت هتعد بيها. في الحاله الاولانيه التي عندنا تساوي 1، في الحاله الثانيه التي عندنا تساوي 2. فهو هنا لما جه طبق الكلام دوت على طبق المعادله دي على الكلام ده طلعت له الفاليوز دي. اذا لما تيجي تجمع الفاليوز دي مش هتلاقي ان الكلام المجموع 100,000، اذا اللي انت هتاخده مني مش 100,000، اللي انت هتاخده مني اقل من 100,000. فدي فكره البريزنت فاليو. وبالتالي اصبح عندي حاجه اسمها نت بريزنت فاليو، نت بريزنت فاليو هو ايه؟ هو الفرق ما بين الانكم والكوست. انا بصرف فلوس وبتجيلي فلوس، انا بصرف فلوس وبتجيلي فلوس. افترض ان انا بصرف فلوس على مشروع والمشروع ده بيجيب فلوس اثناء الصرف او بيقعد سنتين وبعدين يجيب فلوس. تعالوا نشوف اكزامبل. في مشروع هيبقى على مدار 3 سنين او 3 شهور او ايا كان، وفي ليه ريفينيو وفي ليه كوست، في ليه ريفينيو وفي ليه ايه كوست. طيب المشروع في اللحظه الاولى هيصرف 200 ومالوش اي ريفينيو، وبالتالي النت بريزنت فاليو بتاعه ال 200 هي كام؟ 200، لان هي مصروفه في اللحظه الاولى. بعد مرور سنه انا هصرف 200 وهيكون دخلي 50، بس هصرف 100 وهيكون دخلي 50. ال 100 دي هتتصرف بعد سنه، يبقى هي بسعر النهارده كام؟ 91 حسب الانترست ريت 10%. طيب وعندي هنا هيدخل لي 50 بعد سنه، ولكن هي بسعر النهارده كام؟ برضه بال 10% 45. طيب بعد سنتين انا مش هصرف اي حاجه وهيدخل لي 100، ال 100 دي بسعر النهارده 83. طيب انا بعد 3 سنين مش هصرف برضه اي حاجه وهيدخل لي كام؟ وهيدخل لي 300. تمام؟ طيب ال 300 دي بسعر النهارده تساوي كام؟ تساوي 255. لما نيجي نجمع الرقمين اللي هنا اصلا، يعني احنا لو جينا جمعنا الرقمين اللي هنا هنيجي نلاقي دول كام؟ دول 450 ودول 300. ممكن حد يقول لك يبقى انت النت بريزنت فاليو بتاعتك عباره عن 450 ناقص 300 يبقى 150. لكن لما تيجي تحول كل الانكم لبريزنت فاليو وكل الكوست لبريزنت فاليو هتلاقي ان 450 دي الواقع بتاعها 353، وان ال 300 اللي عندك هنا الواقع بتاعها 291. اذا النت بريزنت فاليو هو طرح 353 ناقص 291 اللي هي ايه؟ اللي هي 62. يبقى النت بريزنت فاليو ما طلعتش 150، لا طلعت 62. طبعا اللي انا قلته هنا المفروض ان هو برده ممكن يبقى الوهله الاولى بالنسبه لك لخبط، بس لما تقعد مع نفسك وتراجعه هتلاقي الموضوع سهل بالنسبه لك. طيب احنا عندنا كمان الباي باك بيريود، عندنا الباي باك بيريود هي عباره عن الفتره الزمنيه اللي انت هتقدر ترجع فيها الفلوس اللي انت صرفتها. الفتره الزمنيه اللي انت هتقدر ترجع فيها الفلوس اللي انت صرفتها. فتعالوا ناخد اكزامبل مع بعض. ناخد هنا اكزامبل من المنصص. انا عندي مشروع الكوست في الشهر الاول كان 5000 ومفيش اي بنفيتس، مفيش اي عائدات، وبالتالي التوتال كوست، لان انا بجيب هنا التوتال كوست التراكميه 5000 وبجيب هنا برضو التوتال بنفيتس التراكميه. طيب في الشهر الثاني صرفت 5000 وما جاليش اي بنفيتس، فاصبح 5000 بلس ال 5000 الاولى بقت كام؟ 10000. طيب وفي الشهر الثالث صرفت 8000 فاصبحت صرفت 8000 زائد 10000 يساوي 18000. في الشهر الرابع صرفت 5000 بلس ال 18 بقى 23 وبدا يجي لي بنفيتس اللي هي $5000، اذا التوتال بنفيتس هي $5000. طيب في الشهر الخامس صرفت $2000 بقى المجموع 2000 زائد 23 عباره عن $25000 ودخل لي عائد $10000 بلس ال5 بقى $15000. في الشهر السادس ما صرفتش اي حاجه وبالتالي التوتال كوست بتاعي از ات از $25000 ودخل لي $10000 بلس ال 15 بقى عندي $25000. اذا انا وصلت للحظه اللي تساوى فيها التوتال كوست مع التوتال بنفيتس اللي هي ال $25، وبالتالي البي باك بيريود بتاعتي هنا في الحاله دي تبقى كام؟ 6 شهور. هو المده اللي انا قدرت بعدها او اوصل عندها ان اللي اتصرف يكون قد اللي ايه اللي دخل. دي الباي باك بيريود. تمام؟ طيب. عندي حاجه كمان اسمها بنفيت كوست ريشيو. بنفيت كوست ريشيو وهي العلاقه ما بين العائدات والمصروفات. من الاخر يعني. علاقه ما بين التكاليف او العوائد والتكاليف. هي حاصل اسمه الاثنين على بعض، البنفيتس اوفر الكوست. البنفيتس اوفر الكوست. طيب لو انا عندي بي سي ار اللي هي البنفيت كوست ريشيو اكبر من الواحد الصحيح، فده معناه ان احنا عندنا البنفيتس اكبر من الكوستس. لو اصغر من الواحد الصحيح يبقى البنفيتس اقل من الكوستس. لو البي سي ار بتساوي الواحد الصحيح يبقى البنفيتس قد الايه؟ قد الكوستس. طيب عندنا اكزامبل قال لك if the PCR of project is project A is 2.3 and PCR of project B is 1.7. which project would you select؟ طبعا هختار project A لان project A بيديني بي سي ار اعلى من اللي بيديهاني project B. تمام؟ طيب ندخل على واحد من اصعب المفاهيم اللي موجوده عندنا وهو internal rate of return. internal rate of return مفهوم بيقول لك ايه؟ بيقول لك احنا عايزين نعرف معدل الفايده اللي البريزنت فاليو بتساوي البنفيتس سوري البريزنت فاليو اوف ذا بنفيتس بتساوي الكوستس بتاعتي. تمام؟ من الاخر النت بريزنت فاليو تساوي زيرو. عارفين المشروع اللي احنا كنا شغالين فيه من شويه ده؟ ده. تمام؟ احنا عايزين نعرف ايه هو معدل الفايده مش المده، ايه معدل الفايده على مده معينه اللي النت بريزنت فاليو دي تساوي زيرو. يعني الطرفين هنا يبقوا قد بعض. تمام؟ عند مده معينه بيقول لك اديني معدل الفايده، معدل الفايده ده اللي هو ايه بقى؟ اللي هو اللي فوق ده، شايف ده؟ احنا هنا مثبتينه 10% وبنجيب ايه؟ وبنجيب النت بريزنت فاليو، لا احنا هنخلي ده زيرو ونحط مده معينه ونقول لك هات لي الريت اللي اتحط هنا اللي يخلي النت بريزنت فاليو زيرو بعد المده دي. المده دي ممكن تبقى سنتين، 3 سنين، 4 سنين، انا بحط لك مده وابتدي اقول لك شوف لي ايه هي الانترست ريت اللي تخلي النت بريزنت فاليو صفر بعد 3 سنين. تمام؟ نرجع تاني للسلايد بتاع الانترنال ريت اوف ريتيرن. قال لك the interest or discount rate where the present value of the benefits exactly equals the cost. The higher the rate, the better the project. كل ما كانت ال IRR أعلى كل ما كان البروجكت ده أحسن. An IRR of 0.15 means that you expect the project to return an average of 15% on your investment, 15% on your investment over a given time period, usually a number of years. تمام؟ طبعا بيقول لك ان الاي ار ار ما بتجيش بسهوله كده. من الطرق الطريقه الوحيده ان انت عشان توصل لها يدويا مش عن طريق اكويشن او اكسل شيت او جداول موجوده هي التجربه والخطا، انك تقعد تجرب كل مره تحط تفترض IRR وتبتدي تشوف ايه ال IRR اللي تخلي النت بريزنت فاليو زيرو عند عدد معين من السنين. طبعا دي الايكويشن بتاعتها واللي عايز يبحث اكتر في الموضوع او عايز يشوف اكزامبلز عليها ممكن يدخل على الانترنت ويشوف ال IRR والاكزامبلز بتاعتها اكتر. طيب عندنا هنا اكسرسايز النت بريزنت فاليو و IRR وباي باك بيريود وبنفيت كوست ريشيو. أنا مديك فاليو لبروجكت A وبروجكت B لكل حاجة من الحاجات دي. وبسألك لو أنت بتختار دلوقتي ما بين بروجكت A وبروجكت B اللي النت بريزنت فاليو بتاعته هنا 95 وهنا 75 تختار مين؟ تختار البروجكت النت بريزنت بتاعته النت بريزنت فاليو NPV بتاعته 95 ولا 75؟ أنا هختار اللي هي 95 لأن ده أفضل. طيب الاي ار ار اختار اللي هو البروجكت اللي الاي ار ار بتاعته 13% ولا 17%؟ انا هختار ال 17% اللي هو بي. لو عندك بروجكت اي وبروجكت بي والباي باك بيريود بتاع اي 21 شهر والباي باك بيريود بتاع بي 16 شهر تختار انهي فيهم؟ انا هختار الباي باك بيريود بتاعته اقل لان ده هيرجع لي فلوسي اسرع اللي هو بي. لو عندك مشروعين، مشروع البنفيت كوست ريشيو بتاعته 2.789 واحد تاني 1.3 هتختار مين؟ انا هختار ايه لان ده بيديني بنفيت اعلى. تمام؟ يا ريت الموضوع يكون واضح، ولو مش واضح اكتب السؤال اللي عندك وان شاء الله في الفقره بتاعت الاسئله اجاوبك على السؤال بتاعك. دلوقتي هناخد حاجه اسمها Cost Classification. Cost Classification وهو تصنيف التكاليف. عندي Direct versus Indirect، تكاليف مباشره versus تكاليف غير مباشره، وعندي Recurring versus Non-Recurring اللي هي متكرره او غير متكرره، وعندي Fixed versus Variable اللي هي تكاليف ثابته وتكاليف متغيره. تمام، احنا هنا قلنا ايه؟ متكرره وغير متكرره عشان ما تلخبطش، وهنا ثابته ومتغيره. واخر حاجه خالص نورمال واكسبدايتد. اكسبدايتد النورمال اللي هي التكاليف العاديه بتاعت الجدول الزمني العادي، اكسبدايتد هي التكاليف اللي بتحملها لما باجي اعمل تسريع للجدول الزمني، لما باجي اعمل نوع من انواع الفاست تراكنج او الكراشنج كوست. طيب انا هاخد هنا مثلا على سبيل المثال، انا عندي هنا دايركت واندايركت، ناخد اكزامبل على الدايركت، الدايركت ليبر والاكسبدايتنج كوست والماتيريال. طيب انا هنا بقول دايركت او اندايركت بيزد على ايه؟ الحاجات اللي بتدخل في صلب المشروع او بتؤدي الى نتائج مباشره بالمشروع، او بتكون الحاجه دي نتيجتها يعني انت بتدفع الفلوس عشان تاخد نتيجه مباشره في المشروع، فده بنسميه دايركت كوست. طب الحاجه اللي ممكن تكون مش ذات نتيجه مباشره للمشروع، او يكون بتشترك في اكتر من مشروع، التكاليف دي مشتركه في اكتر من مشروع، زي البيلدنج ليز اللي هو ايجار المبنى بتاع الشركه اللي بتنفذ المشروع، تمام؟ لان ممكن الشركه تكون ماسكه اكتر من مشروع، فايجار المبنى ده بيعتبر اندايركت. طيب ريكيرنج ونون ريكيرنج، ريكيرنج اللي هو اللي بيتكرر او غير متكرر، دايركت ليبر، بيلدنج ليز، الماتيريال، انت الحاجات دي كلها بتشتريها على طول باستمرار بتتكرر. بس الاكسبدايتنج كوست دي بتعملها مره واحده وخلاص، هي التكاليف اللي بتتحملها عشان تسرع الجدول الزمني. طيب الحاجات الثابته والحاجات الايه المتغيره، هنبص نلاقي الدايركت ليبر والبيلدنج ليز حاجات ايه ثابته، يعني الراجل ده بياخد كل شهر 5000 جنيه، والمبنى ده مأجرينه في الشهر ب 12000 جنيه، وخلاص دي فيكسد فاريبل. اكسبدايتنج كوست والماتيريال تعتبر عندي فاريبل، ليه؟ لأن مفيش مبلغ محدد أنا بطلعه بشكل ثابت كل مدة معينة، أنا بطلع حسب الحاجة، بطلع حسب الحاجة. نيجي في نحس السكادول النورمال واكسبدايتد. نورمال واكسبدايتد هتبقى كل الحاجات نورمال ما عدا الاكسبدايتنج كوست اللي هي ممكن تبقى كراش كوست، ساعتها هتعتبر اكسبدايتد. لما نيجي نتكلم direct and indirect cost يا جماعه، او costs that are directly attributable to the work on project، يعني ليها علاقه مباشره للشغل بتاع المشروع، زي team travel, team wages, recognition and cost of material used on the project. indirect cost اي overhead بقى، يعني مثلا التامينات تعتبر indirect cost، التامينات بتاعت الموظفين يعني، واللي داخل فيها بقى اكتر من حاجه، البنفتس، الحراسه اللي على الموقع، الحراسه اللي على الشركه، اللي مش عارف ايه، دي تعتبر indirect cost مقارنه بالايه؟ بالdirect costs. نبتدي ندخل على البروسيسز اللي هي البروجكت كوست مانجمنت. عندنا 4 بروسيسز: بلان كوست مانجمنت، استيميت كوستس، ديترمين بادجت، وكنترول كوستس. الثلاثه دول موجودين في البلاننج، واخر بروسيس دي موجوده في المونيتورنج اند كنترول. موجوده فين؟ في المونيتورنج اند كنترول. لما نيجي نتكلم عن بلان كوست مانجمنت، قال لك هي البروسيس اللي انت بتعرف فيها ازاي التكاليف بتاعت المشروع هنقدر نعمل لها استيميشن وبادجيتنج ومانجنج ومونيتور اند كنترول. الهدف الاساسي من البروسيس دي انها بتدي لك جايدنس ودايركشن عن ازاي الكوستس هنقدر نعمل لها مانجمنت. البروسيس دي is performed once or at predefined points in the project. تمام؟ طيب لو جينا بصينا كده، طبعا يا جماعه انا مش محتاج اكد ان ده اكيد ديترمين بادجت، مش بعدها على طول كنترول كوستس، لان دي في بلاننج، وفي بعد البلاننج اكسكيوشن، وفي بروسيسز من نولج ارياز ثانيه بتتنفذ، وبعدين بنعمل كنترول على الكوست. طيب لما نيجي نبص عندنا هنا، احنا دايما بنبدا من ايه؟ بنبدا من الاوتبوت. كوست مانجمنت بلان هي اللي في الاوتبوت، احنا عايزين نطلع بخطه اداره التكاليف. طب ايه الانبوتس اللي عندي؟ بروجكت مانجمنت بلان، بروجكت تشارتر، اي اف او بي اي. اي اف او بي اي. ايه التولز اللي عندي؟ اناليتيكال تكنيكس، ميتنج، اكسبرت جادجمنت، مفيش اي حاجه جديده عندي. من الاخر احنا عايزين خطه الجدول الزمني، خطه التكاليف. فمن فضلك حضرتك استخدم كل وسائلك واساليبك واعمل خطه التكاليف. طيب الكوست مانجمنت بلان المفروض تكونتين ايه او يكون فيها ايه؟ يكون فيها ليفل اوف اكيورسي اللي هو مستوى الدقه، وليفل اوف بريسيشن اللي هي لو جيت تترجمها برضو هتلاقيها الدقه. يعني احنا في اللغه العربيه اكيورسي وبريسيشن الاثنين هاف ذا سيم ترانسليشن. انا هوضح لك الفرق ما بين الاكيورسي والبريسيشن دلوقتي. يونتس اوف ميجرز اللي هي وحدات القياس، انت من الاخر هتشتغل بالدولار، هتشتغل بأني وحده فلوس، هتشتغل كمان لما بتيجي تشتغل في الاطوال بتشتغل بالمتر، ولا هتشتغل بحاجه ثانيه لما تيجي تشتغل في الاوزان هتشتغل بالباوند ولا بالكيلو جرام. في النهايه بتختار اليونتس اوف ميجرز اللي انت هتشتغل بيها. اورجانيزيشنال بروسيجر لينكس اللي هي كنترول اكاونتس، ودي كده حاجه مهمه مش هعرف اشرحها لك دلوقتي بس هاخدها قدام وساعتها هتفهمها. رولز اوف بيرفورمانس مانجمنت اللي هي الايرند فاليو مانجمنت اللي هي المفروض الحاجات اللي اتكلمنا فيها من شويه ان انت بتبقى حاطط الرولز بتاعتك اللي هتمشي عليها. كنترول ثريشولد اللي هي النقطه اللي عندها المفروض تعمل كنترول على الكوست. الكوست لو وصلت لكذا تقدر تبتدي تعمل كنترول. ريبورتنج فورماتس اللي هي التقارير او اشكال التقارير المفروض تكون موجوده، والبروسيس ديسكريبشن اللي كل بروسيس من اللي انت هتنفذهم في الكوست تكون في ديسكريبشن كافي ليهم. قالوا نفهم الفرق ما بين الاكيورسي والبريسيشن. نفهم الفرق ما بين الاكيورسي والبريسيشن. زي ما قلت لك ان دول كلمتين في اللغه الانجليزيه، ولكن لما تيجي تترجمهم للغه العربيه هتلاقي ان معناهم الدقه. تمام؟ طيب لو انا عندي دلوقتي اختيارات او عندي احتمالات، عندي لو اكيورسي لو بريسيشن، لو اكيورسي هاي بريسيشن، هاي اكيورسي لو بريسيشن، وهاي اكيورسي هاي بريسيشن. انا هفترض ان انا عندي الارتشري اللي هي بتكون بتاعه التنشين، عارفين لما يكون عندنا كده الهدف وتبتدي تنشن عليها بالاسهم، فتصويب يعني. فحضرتك في ديسكريبشن اقدر اديسكرايب بيه الضربات بتاعتك اللي انت صوبتها ناحيه الارتشري عشان اقدر اوصف اللي انت عملته. لما تكون الضربات بتاعت حضرتك، لما تكون التصويبات بتاعت حضرتك بالشكل ده، فانا بقول عليها لو اكيورسي لو بريسيشن، لو اكيورسي لو ايه بريسيشن. لكن لما تكون الضربات بتاعت حضرتك هي هنا، خلي بالك هنا سكاترد وبعيده عن السنتر وبعيده عن الهدف، هي سكاترد هنا وبعيده عن الهدف، لكن هنا هي مش سكاترد لكن بعيده عن الهدف. فانا جيت هنا وقلت ايه؟ قلت لو اكيورسي. معنى كده ان الحاجه لما بتبعد عن السنتر بيعتبر ده ليس اكيورسي، بيعتبر ليس اكيورسي. بس كون ان ضرباتي كلها قريبه من بعضها، او كون ان الاستيميشن بتاعي، خلي بالك انا بقول لك هنا ده ليه؟ ده له علاقه بالاستيميشن. فلما الاستيميشن بتاعك يبقى كله قريب من بعض ولكن بعيد عن الاكتشوال، فحضرتك كده having high precision but low accuracy. تمام؟ طيب لما نيجي نلاقي ان حضرتك عندك هنا الاستيميشن بتاعك هو يعتبر قريب من الهدف ولكن سكاترد، يعني كل استيميشن بعيد عن الاستيميشن الثاني، فانا بقول لك ان حضرتك هنا عندك هاي اكيورسي بات لو بريسيشن، هاي اكيورسي بات لو بريسيشن. لما تبقى كل التصويبات بتاعتك متجمعه ومش سكاترد وعلى الهدف بالظبط، يبقى حضرتك عندك هاي اكيورسي هاي بريسيشن. يبقى عشان نعرف كده ونفهم ان البريسيشن ليه علاقه بالسكاترينج، الحاجه سكاتر ولا سنترد او مجمعه مع بعض. تمام؟ والاكيورسي لها علاقه بقرب الاستيميشن بتاعي من التارجت او بعده عنه. قرب الاستيميشن بتاعي من التارجت وبعده، يعني مثلا انت النهارده هيكون عندك مثلا في بروجكت بتستيميت كوست لحاجه معينه. طبعا انت عندك اكتر من كوست، انت بيبقى عندك كوست وانت لسه في اول المشروع خالص ما عندكش ديتيلز، بعد ما تدخل شويه بيبقى عندك كوست تاني ادق شويه، بعد شويه بيبقى عندك كوست ادق. طيب كل ما كانت الاستيميشنز بتاعتك مش قريبه من التكلفه الفعليه اللي حصلت، فحضرتك كده بيكون عندك لو اكيورسي. طب لو الاستيميشنز بتاعتك دي مش سكاترد كلها حوالين نقطه محدده، فانت عندك بريسيشن. طيب لما تكون الاستيميشن بتاعتك كلها قريبه من بعضها ولكن كلها طلعت بعيده عن الهدف، فانت عندك هاي بريسيشن لو اكيورسي. تمام؟ يعني يا ريت تبقى النقطه دي برضو ايه واضحه. هندخل على تاني بروسيس اللي هي استيميت كوستس. اللي هي ايه يا جماعه؟ استيميت كوستس قال لك is a process of developing an approximation of the costs of resources needed to complete project work. من الاخر انا شغله البروسيس دي معايا ان انا اقعد مع نفسي كده اقول الحاجه دي هتبقى بكام؟ ده هيكلفني كام؟ كل بارامتر عندي هيكلفني كام؟ قال لك the key benefit of this process is that it determines the monetary resources required for the project. هي الموارد المالية المطلوبة لإنهاء المشروع ده. طيب. This process is performed periodically throughout the project as needed. أنا عندي في الكوست استيميشن تو issues أو تو factors لازم يكونوا واضحين عندي. طيب إيه البرنسبلز اللي أنا المفروض تكون واضحة عندي؟ أول حاجة the more clearly you define the project's various costs in the beginning, the less chance there is of making estimating error. كل ما كنت واضح في تعريف التكاليف بتاعتك في أول المشروع كل ما ده قلل الأخطاء بتاعت الاستيميشن. والحاجة التانية قال لك the more accurate your initial cost estimation, the greater the likelihood of preparing a project budget that accurately reflects reality of the project and the greater your chances of completing the project within budget estimation. يعني كل ما كانت الانيشال كوست بتاعتك accurate يعني قريبة من التارجت فعلا أو الحاجة اللي حصلت، كل ما كان في فرصة أعلى إنك تخلص المشروع حسب البادجت استيميتس اللي عند حضرتك. كل ما كان الأول أول حاجة كل ما كنت واضح، يعني أنا بتكلم عن الوضوح، تمام؟ define the project various costs يعني أنت عرفت السكوب بتاعك كويس ورحت عامل استيميشن، يعني عرفته بشكل واضح، رحت عامل استيميشن للعناصر دي بشكل واضح، ما حطيتش حاجة جوه حاجة، فده هيقلل الأخطاء بتاعت الاستيميشن بعد كده. طيب والحاجة التانية إن كل ما كانت بقى الانيشال كوست استيميشن دي اكيوريت كل ما زودت فرص نجاح المشروع في إن هو يخلص حسب البادجت. تمام؟ طيب. عندنا هنا كوست استيميشن اكزامبل. One key for developing project cost estimates is to first recognize the need to cost out the project on a disaggregated basis. يعني إيه disaggregated basis؟ aggregation هو التجميع، disaggregation هو عكس التجميع وهو التفكيك. حضرتك النهارده عندنا ديليفربل اسمها سايت بريبريشن. ديليفربل اسمها ايه؟ سايت بريبريشن، تجهيز الموقع. لما جيت قسمت الديليفربل دي لورك باكجز لقيت عندي سيرفينج، يوتيليتي لاين انستليشن، سايت كليرنج، ديبريس ريموفال. ديبريس اللي هو الهدم يا جماعه، مخلفات الهدم. طيب فبدات اعمل ايه؟ بدات اعمل استيميشن للسيرفينج لوحده، وبدات اعمل استيميشن لليوتيليتي لاين انستليشن، وبدات اعمل استيميشن للسايت كليرنج، وبدات اعمل استيميشن للدبرس ايه؟ ريموفال. طيب فلقيت ان السيرفينج $3000، ولقيت ان اليوتيليتي لاين انستليشن $15000، ولقيت ان السايت كليرنج $8000، ولقيت ان الدبرس ريموفال $3500. فجمعت كل ده طلع لي $29500. دي تكلفه الديليفربل اللي هي رقم 1040 اللي اسمها السايت بريبريشن. في حد يقول لي هو انت عملت ايه كده؟ يعني انت ايه اللي عملته ده؟ ما انت ما عملتش حاجه. هقول لك لا، انا كان ممكن ببساطه اقول لك الديليفربل 1040 دي هتتكلف معايا $30,000، تمام؟ بس انا عشان اعمل لك كوست استيميشن صح ومظبوط كسرت الديليفربل اللي هي السايد بريبريشن لعناصر اصغر منها، وبدات اعمل استيميشن على ليفل العناصر الاصغر دي اللي هي الورك باكجز، وبعدين جمعت وقلت لك ان الايه؟ ان الديليفربل دي هتتكلف $29500. تمام؟ وبالتالي انا عملت هنا الاستيميشن اون ديس اجريجيتد بيس. طيب. دي برضو الويب سايتس تقدر حضرتك ترجع لها، ليها علاقه بس بالاستيميشن فيما يخص الكونستراكشن يا جماعه، ممكن تبقوا تبصوا عليه. طيب ندخل على استيميت كوستس، estimate costs. أنا عندي هنا في الأوتبوت إيه؟ cost estimates، basis of estimates، project document updates واللي هي assumption log lessons learned register risk register. cost estimates اللي هي تقدير التكاليف اللي إحنا بنتكلم عليها. basis of estimates زي ما تكون موجودة عندنا هناك في السكادول. basis of estimates اللي هي الأسس اللي أنا بنيت عليها الاستيميتس. تمام؟ طيب عندي هنا ايه؟ عندي في الانبوتس project management plan هتنكلود cost management plan، quality management plan، scope baseline، وproject documents هتنكلود ايه؟ lessons learned register، project schedule، resources requirements، وrisk register. كل دي حاجات عارفينها من قبل كده. enterprise environmental factors و OBA، تمام؟ ال EAF وال OBA. طيب ايه هي التولز بقى اللي عندي؟ عندي حاجات كتير، عندي اكسبرت جادجمنت، وعندي انالوجس استيميتنج وده قلنا عليه في الكوست وهنقوله دلوقتي، بارامتريك استيميتنج، بوتوم اب استيميتنج، 3 بوينتس استيميتنج. كل الاستيميشن ده قلناه في الايه؟ في السكادول. وفي الداتا اناليسيز عندي alternatives اناليسيز، ريزيرف اناليسيز، كوست اوف كواليتي، وعندي ايه تاني؟ عندي بروجكت مانجمنت انفورميشن سيستم وديسيجن ميكنج اللي هو الفوتنج، يعني احد التولز اللي عندي ان انا اعمل الفوتنج عشان اخد ديسيجن. طيب هنقول كل الحاجات دي دلوقتي، تعالوا مع بعض نشوفها. الانالوجس استيميتنج احنا قلنا عليه قبل كده ان انت بتبتدي تعمل استيميتنج في البروجكت ده في ضوء اللي انت عملته قبل كده، يعني انت كنت عامل حاجه بتقول وبالمثل يبقى ده هنا كذا. البارامتريك استيميتنج احنا قلنا عليه ان احنا برضو بنعمله في ضوء statistical موديلنج او حاجات هيستوريكال داتا، بس بناخد بارامتر معين هو ده اللي احنا بنطبق عليه الكلام ده. يعني مثلا قال لك فور اكزامبل هنا سكوير فوتج از يوزد ان سام كونستراكشن بروجكتس، ان هي المسافه القدم المربع، تمام، انت بتستخدمه في اكتر من مشاريع من مشروعات الكونستراكشن على اساس ان دي حاجه متعارف عليها، يبقى القدم المربع هنا كان بيتكلف كام، يبقى ناخده هنا ونبتدي نطبق عليه. طيب بوتوم اب استيميتنج اللي هو احنا عملناه من شويه هنا اهو، ده كده يعتبر يا جماعه بوتوم اب استيميتنج. ليه بوتوم؟ ده يعتبر بيبقى موجود في البوتوم بتاع الورك بريك داون ستراكشر، والحته اللي فوق دي تعتبر بالنسبه للجزء دوت تعتبر اب. فكل ان انت تعمل الاستيميشن من تحت لفوق فده بنسميه بوتوم اب استيميشن. بنسميه بوتوم اب استيميشن، تمام؟ طيب. عندنا كمان ال 3 بوينتس استيميشن واتكلمنا فيها اللي هي كانت بتاعت البسمستيك والاوبتيمستيك والموست لايكلي، وقلنا ان احنا عندنا تو فورمولاز، والفورمولا الاولانيه بالشكل ده والفورمولا الثانيه اللي هي التريانجل والبيتا ديستريبيوشن، تريانجل ديستريبيوشن والبيتا ديستريبيوشن وهكذا. ريزلت اناليسيز هو تحليل الاحتياطي، وده حضرتك بتبتدي تحط لكل ورك باكج احتياطي خاص بيها. يعني مثلا انت بتقول والله الحاجه دي تتكلف 2000، لا يبقى انا عارف ان هنا في ريسك ما او في كونتنجنسي ما، فابتدي احط هنا احتياطي خليها 2200. فهنا انت بتعمل اناليسيز اسبير الايه؟ اسبير الكونتنجنسي اللي موجوده عشان تقدر تحط لكل حاجه. كوست اوف كواليتي، كوست اوف كواليتي اللي هو تكلفه الجوده. لما هنيجي ندرس في الجوده ان شاء الله في المحاضره الجايه هنلاقي ان الكواليتي دي بتكلفني يا اما عشان اطابق يا اما لغير المطابقه. الحاجات اللي انا بحتاج او مش حاجات، انا عشان تطلع عندي منتج مطابق فانا لازم اعمل تريننج واعمل اختبارات واعمل حاجات من دي. والمنتجات الغير مطابقه بتكلفني في ان انا بعيدها او ببتدي ادفع تكاليف او بعمل ضمان او بعيد انتاجها مره ثانيه. فالكوست اوف كواليتي هنا انا بتكلم على اي تكلفه بتدفع خلال المشروع عشان اقدر افويد اي منتج معيب او اطلع منتج ذو جوده. والبروجكت مانجمنت انفورميشن سيستم بينكلود اي ابلكيشن حضرتك بتستخدمه في الشغل بتاعك. طيب هنتكلم هنا عن الكوست استيميت فيرسس كوست بادجت، ايه الفرق؟ قال لك الكوست استيميت ذا استيميشن اوف اول اكتيفيتيز اند تاسكس كوستس موستلي سورسز كوست. لحد كده حلو؟ لحد كده حلو؟ قال لك تكنيكس ار سيميلر تو ذا سيم استيميتنج. طب كوست بادجتنج انك تبتدي تحط ده اوفر تايم، تالوكيت الكلام ده على الزمن، كده انت جبت التايم فيزد بادجت او الكوست بادجت حضرتك. تاني النهارده لما تيجي تقول لحاجه هتتكلف 5، هتتكلف 6، هتتكلف 7، هتتكلف 1000، 2000، 5000، ايا كان، كون ان انت جبت ان الحاجه دي تتكلف كام، انت كده جبت الاستيميشن او الكوست استيميشن. طيب اما تبتدي توقع الحاجات دي على الزمن، يعني انت خلاص عرفت ان انت الحاجه دي هتكلفك كذا وكذا وكذا، بدات تشوف في الجدول الزمني انت هتعمل الحاجه دي امتى والحاجه دي امتى والحاجه دي امتى. حسب الكلام ده بدات توصل لمرحله ايه؟ ان انت في اليوم الاول ده انت عايز 5000، واليوم الثاني عايز 10000، واليوم الثالث عايز 7000 وهكذا. الموضوع ده كون انك تحطه على الزمن اصبح بادجت. قبل كده هو كوست استيميشن. طيب هناخد اكزامبل. قال لك باث روم ريموديلنج بروجكت ويل انكلود ذا فولوينج كوست استيميتس. تمام؟ يعني بتعيد كده بيقول لك ايه؟ انسف حمامك القديم واعمل حمام جديد ان شاء الله. فلما جيت تعمل الحمام قال لك يا سيدي الديمولشن هيتكلف، اللي هو الهدم يعني، هيتكلف $3000 وده هيبقى في الاسبوع الاول. الشيت روك اللي هو الحيطه ان انت تبتدي تحط السيراميك على الحيطه، تمام، ده $2000. تايل فلور اللي هو السيراميك بتاع الارض ده هيتكلف $3500. فيكتشر انستليشن اللي هو تثبيت المعدات او حاجه تكون موجوده في الحمام ده ب $1500 وده في الاسبوع الرابع. بينتنج هاند بتاع الحمام بقى $800 وده برده في الاسبوع الرابع. احنا بقى كده قدامنا يا جماعه المفروض الايه؟ البادجت. زي ما احنا شايفين انت قلت لنا تحط الحاجات دي على الزمن يبقى انت كده بتتكلم عن بادجت. هقول لك لا، اللي قدامنا ده كوست استيميشن مش بادجت، لان انت هنا بتقول العنصر الفلاني هيكلفني كذا وهيبقى في الاسبوع الاول، فانت ممكن ببساطه تلاقي 20 حاجه في الاسبوع الاول وحاجه ثاني في الاسبوع الثاني وتيجي تطلع على حاجات ثاني في الاسبوع الاول وهكذا. لكن عشان دي تبقى بادجت يبقى لازم تبقى بالشكل ده. بادجت بتاعتي $10800 اللي هو المجموع ده كله موزعه كالاتي: الاسبوع الاول $3000، الاسبوع الثاني $2000، الاسبوع الثالث $3500، الاسبوع الرابع $2100. تمام؟ طيب يبقى هي دي البادجت بتاعتي $10800 وموزعه كالاتي. دي فكره الايه؟ فكره البادجت يا جماعه. طيب ديترمين بادجت، احنا هندخل دلوقتي على البروسيس اللي اسمها ديترمين بادجت. قال لك is the process of aggregating the estimated cost of individual activities or work packages to establish an authorized cost baseline. هنبتدي نكون ايه معانا؟ authorized cost baseline. The key benefit of this process is that it determines the cost baseline against which project performance can be monitored and controlled. This process is performed once or at predefined points in the project. طيب هنتكلم كمان يا جماعه عن الكوست بيزلاين فيرسس البروجكت بادجت. ايه الفرق بين الكوست بيزلاين والبروجكت بادجت؟ قال لك during the cost estimation the project manager will add some figure of contingency reserve which will become the cost baseline. يعني حضرتك لما تاخد الكوست استيميشن وتبتدي تحط لها الكونتنجنسي ريزيرف اللي هو احتياطي الطوارئ، تمام؟ يعني اللي هو خاص بال خاص بكل باكج او ديليفربل، تمام؟ هتكون عندك هنا الكوست بيزلاين، او يعني بعد ما تاخد الكلام ده تعتمده يبقى ده الكوست بيزلاين. On top of the cost baseline based on the risk assessment management reserve will be added. بعد ما تبتدي تاخد الكوست بيزلاين ده وبناء على الريسك اسسمنت المانجمنت ريزيرف بيتضاف. الاول انا ضفت حاجه اسمها كونتنجنسي ريزيرف فبقى عندي كوست بيزلاين. اضيف على الكوست بيزلاين مانجمنت ريزيرف ويل بي ادد، هيبقى عندي ايه؟ هيبقى عندي ساعتها البروجكت بادجت. Okay. So the difference between the cost baseline and the budget is called the management reserve, which will we call it as unknown unknown. عارفين يعني ايه unknown unknown؟ الحته دي لها علاقه بالريسك شويه وهوضحها لكم كده في عجاله. الريسك يا جماعه لما انا باجي اقول والله انا احتمال المطر يمطر عندي او ما يمطرش، فانا هنا بتكلم عن حاجه هي بالنسبه لي مش محسوم نتيجتها، بس انا بقيت عارف ان في عنصر هنا اسمه المطر، ممكن يمطر او ما يمطرش. معرفتي بالعنصر بتخليه نون، معرفتي بعدم احتماليه او عدم معرفتي باحتماليه هو هيحصل ولا لا بتخليه unknown، وبالتالي بيبقى بالنسبه لي هنا بيتسمى unknown known. unknown known هو ايه؟ المجهول المعروف، تمام؟ او المعروف المجهول. خلاص؟ ليه؟ لان انا هنا بقيت حاطط ايدي على حاجه اسمها مطر، عارف ابعادها، عارف احتمالاتها، بس كل اللي انا مش عارفه الاحتمالات هو ايه اللي هيحصل فعلا. لكن في الانون انون انت هنا بتخطط لشيء لا تعرفه اطلاقا. يعني انت النهارده لما بتيجي تقول المانجمنت ريزيرف او الاحتياطي الاداره ده او الانون انون، فانت ما انتش عارف ايه اللي هيحصل. يعني انت بتتوقع او مش تتوقع، انت عارف علما، عارف يقينا ان ممكن يبقى في حاجه فعلا عقلك ما وصلهاش، والحاجه اللي عقلك ما وصلهاش فهي انون، وكون ان هي تحصل او ما تحصلش فده كمان انون، فاصبح انون انون، تمام؟ فهي دي الحته بتاعه المانجمنت ريزيرف، ودي لها علاقه بالريسك. طبعا لما ندخل في الريسك هنشوف حاجات كتير. لما نيجي نبص على المانجمنت ريزيرف، قال لك انا amount of the project budget with the for management control purposes. يعني ده ما بيبقاش في ايد مدير المشروع، ما بيبقاش في ايد مدير المشروع. مدير المشروع بيقف لحد الكوست بيزلاين، بيقف لحد ايه يا جماعه؟ الكوست بيزلاين. and are reserved for unforeseen work that is within the scope of the project. يعني الحاجات اللي مش متشافه ومش معروفه، الحاجات اللي مش متشافه ومش معروفه intended to address the unknown unknowns that can affect a project and not included in the cost baseline but is part of the overall project budget and the funding requirements. ولكن هنبقى عاملين حسابها. يعني احنا جينا وصلنا ان الكوست بيزلاين واصل معايا ل $88 مليون جنيه. فانا كاداره لاني عارف ان في حاجه unknown تمام، او ان في كونسبت بتاع الانون يعني زي كورونا وزي ثوره يناير وزي حاجات زي كده طبعا كانت غير متوقعه، بس كان المفروض يعني تبقى محطوط لها ريزيرف في المانجمنت ريزيرف تمام. طبعا انا هنا برد على مسج حد كتبها في الشات يا جماعه. طيب فبنيجي نقول بقى ايه؟ بنيجي نقول والله ال 88 مليون دول لحد الكوست بيز لاين اللي بتنكلود الكونتنجنسي ريزيرف اللي هي بتاعت الريسكس اللي هي معروفه تمام with an amount. لكن لما تيجي بقى انت حضرتك عايز تحترس لفكره الانسرتينتي العامه اللي انت ما تعرفهاش، اللي هي الحاجات اللي ما تنفعش تتوقعها او ممكن تحصل وهي خارج الحسبان تمام، فانت هنا بتبتدي تسيف كده حوالي 3 مليون 4 مليون 5 مليون للانون انون ودي بنسميها مانجمنت ريزيرف وما بتبقاش تحت ايد مدير المشروع. When an amount of management reserve is used to fund unforeseen work, the amount of management reserve used is added to the cost baseline. لما تيجي بقى تاخد جزء من المانجمنت ريزيرف ده تصرفه على حاجه فعلا unforeseen، فبتقوم مدخلها في الكوست بيزلاين، لكن لحد هي ما اتصرفتش. هي لما تيجي تبص كده على المشروع كله على بعضه، يعني احنا لما نيجي قلنا هنا قلنا ايه؟ قلنا بروجكت، قلنا كوست بيزلاين فيرسس بروجكت بادجت. كوست بيزلاين فيرسس بروجكت بادجت. فلما تيجي تقول الكوست بيز لاين والله 88 مليون، البروجكت بادجت لا ده 95 مليون. ده البروجكت بادجت. ايوه بدات تاخد من ال 7 مليون اللي انت حاططهم دول، سوري ال 7 مليون تاخد 2 مليون تصرفهم على انفورسين ايفنت، فساعتها هتقوم مزود ال 88 كوست بيز لاين، بدل ما كان 88 تخليه ايه؟ 90 مليون. تمام؟ thus requiring an approved change to the cost baseline. ده بيتطلب ان عندك وابروفد للكوست بيز لاين. طيب احنا كنا بنقول ديتيرمن بادجت، احنا بنكرر كده السلايد ولا دي ايه؟ سوري لا مش بنكرر السلايد، احنا احنا هنا بس دي ناخدها بعد البريك بقى يا جماعه. احنا هناخد بريك تاني دلوقتي، ودي هتكون بعد البريك ان شاء الله. المهندس احمد موجود معانا؟ مهندس احمد معاك يا هندسه. طيب تمام، معلش يا باشا احنا كده بريك وهنرجع الساعه 10:05. تمام يا هندسه. تمام اتفضل يا هندسه. السلام عليكم يا شباب. الصوت واضح؟ لو الصوت واضح نضغط رقم 1. جميل خالص. بس ناخد اسئله بسرعه كده. في حد عنده سؤال حاجه في شيء اتفضل قولها. شباب في حد عنده سؤال؟ في حد عنده حاجه واقفه؟ مفيش. بعد المحاضرة يترفع الإجابة بتاعته يا باشمهندس. عنده سؤال تاني؟ نزل من المحاضرة اللي فاتت. احنا النهارده التلات اللي فات وخلص واتقفل، ودلوقتي كويز 4 نزل على الجروب بتاع المحاضرة دي يعني. بس بعد كل محاضرة يا باشمهندس في كويز. في حد عنده سؤال تاني؟ طب عمرك يا باشمهندس. في حد عنده سؤال تاني؟ طيب نستغل الوقت شوية يا شباب دردشة يعني. في حد عنده اي اقتراحات بخصوص الاكاديميه؟ حد حابب يتعرف على الاكاديميه اكتر؟ عاوز يعرف عنها حاجه؟ بما انه ما عندكوش اسئله في الكورس نفسه يعني. كلمني على البرايفت وانا اشوف لك المشكله يا باشمهندس اشرف. ابعت لي مسج وانا اظبط لك الدنيا كلها. يا باشمهندس شمسين انتوا 92 واحد. نتفاعل مع بعض كده شويه. الشات مفتوح على فكره يعني. محتاج كويزز اكتر؟ هو في كويز كل محاضره؟ سوليد وورك والاجايل. لو حضرتك يا باشمهندس ربيع فتحت الملف اللي اسمه بوكس هتلاقي فيه اسئله كتير. انا مجمع لك حاجات كتير فيه يعني. جميل. في حد تاني غير يعني؟ خلاص احنا عرفنا ان انتم محتاجين كورس عن الاجايل وكورس عن السوليد وورك. بريموفيرا قريبا ان شاء الله. ام اي بي اعتقد مشروع ريفت ام اي بي. سكس سيجما سبلاي تشين. طب بعيدا عن الاحلام الجميله، انتوا اتفرجتوا الاول على القناه بتاعت الاكاديميه ولا ما اتفرجتوش عليها؟ يعني شفتوا عليها ايه؟ مهندس او مهندسه اهدي عادل اوريدي الريفت حاليا بتشرح كورس اوف لاين مع المهندس عمر سليم. جميل. المهندسه ايه تحت امرك يا باشمهندس. جميل. طيب هشرح لكم تاني عشان الناس اللي مش واخده بالها. الاكاديميه مش وليده اليوم، ده بقى لها سنين وفي كورسات كتيره جدا اتعملت عليها وشبه يوميا في محاضره، مش شغالين بي ام بي بس. المهندس الدكتور ابراهيم جزاه الله خيرا اهو قال لك هيشرح لنا ايه من ام بي. حاضر يا باشمهندس. الريفت ده تولز ان انت تعمل بيه موديل، شغال بكل التخصصات، مدني ومعماري وميكانيكا وكهرباء وكله. نقدر نساعد ازاي؟ المساعده بقى. بصوا يا شباب، انتوا طبعا زي ما انتوا شايفين انتوا معاكم دعم فني موجود، اللي هو انا بتكلم بالنيابه عن الفريق طبعا، في معايا فريق تاني مش انا لوحدي، في ناس مهندس اسامه، مهندس احمد، مهندس عمر، مهندس محمد اشرف ما شاء الله عليهم. في ستاف تاني بيعمل زي ما تقولوا كده مونتاج للفيديو اللي بيتسجل، تمام، وبناء عليها بيترفع لكم على اليوتيوب، تمام، وبتشوفوه محطوط الانترو وكل حاجه ومتظبط ان انتوا المحاضره الثلاث ساعات دي في الاخر بتصفصف على ساعتين، ساعتين وثلث، تمام، وبناء عليها بتفيد الطلبه. طيب هل انا دلوقتي لو عاوز اساعد مع الاكاديميه هل بتطوع في الدعم او التسجيل فقط؟ لا. انت طبعا انت مبدئيا لو اتطوعت معانا في الدعم او التسجيل احنا بنعمل لك تريننج، مش بنشغلك يعني ما بنسلمكش الشغل على طول، او انت مش شرط ان انت تكون عارف اي حاجه عن المونتاج. لا احنا بنديك السوفت وبننزله لك وبنعمل لك تريننج عليه، والتريننج على المونتاج مش صعب اطلاقا، الموضوع كله مش هياخد منك نص ساعه اساسا، تمام، وهتتعلم ازاي تبنتج فيديو كويس وترفعه وتظبطه، وبعد كده ايه في قسم مراجعه عندنا بتراجع على الفيديوهات دي قبل ما تترفع عشان لو في اي حاجه فيها. اوكي، فالموضوع سهل وبسيط. ده لو انت عاوز تطوع معانا دعم او تسجيل، احنا بنعمل لك تريننج في الاول عشان في ناس بتكون قلقانه من الموضوع ده. لا يا جماعه ما تقلقوش، احنا بنعمل لك تريننج كامل، وبعد التريننج لو ما عجبكش الموضوع او مش فاضي عادي خالص، يعني مش شرط عشان انت دخلت في التريننج معانا ان خلاص، لا انت بتعمل ايه مرحله تجربه معانا تشوف هل هتقدر ولا مش هتقدر، والموضوع كله هل مثلا لو انت عندنا في فريق التسجيل هل لازم كل يوم تكون موجود؟ لا. انا يا جماعه فاضي سبت والتلات، فاضي السبت بس، مش فاضي خالص، فاضي ساعه، طب انا لقيت فاضي نفس الساعتين دلوقتي دخلت معاكم وهكذا. تمام؟ إيه لا انا مش فاضي ان انا اكون في وقت المحاضره، لكن انت ممكن تبعت لي الفيديو وانا ما انتش باي وقت. كل الاوبشنز دي معاك، انت في الاخر بتتطوع تطوع عام، مش ان انت مرتبط بحاجات معينه احنا بنهندلها من جوه، من فاضي ومش من فاضي، وبنعمل ايه؟ اعاده ترتيب اوضاع، وبنوزع الادوار على الناس طبقا لمين اللي فاضي ومين اللي مش فاضي. فطبعا الاكاديميه طبقا للموضوع ده محتاجه ناس، محتاجه ناس كتير. اوكي، عشان نطلع الايه؟ الريزلت زي ما انتم شايفين كده. بناء عليه فاي حد فيكم ولو فاضي ساعه ساعتين من زمنه اوكي يقدر ان هو يتطوع معانا، واحنا في الاخر هنعمل له كل لوصوله للهدف المرجو. دي بالنسبه للدعم والتسجيل. طب انا دلوقتي للاسف الشديد مش فاضي خالص خالص، يعني انا مش قادر، يعني انا كويس في المونتاج بس انا مش قادر. بكل بساطه في حاجات تانية تقدر تعملها. زي ايه؟ هقول لك. انا اول حاجه دلوقتي كل السوشيال ميديا او كل الترينر على مستوى العالم كله تمام اتجه من بعد الكورونا على الاونلاين. طبعا احنا شغالين من قبل الكورونا، ولكن انا بتكلم الجديد او الثقافه الجديده ان العالم كله بيتجه للايه؟ لللايف والاونلاين بشكل عام، او لعمل الفيديوهات ورفعها على اليوتيوب. طب انت دلوقتي دخلت على جروب من ضمن الجروبات ولقيت واحد كاتب يا جماعه اتفضلوا دي مثلا شرح كذا او شرح كذا، او ده ان شاء الله نبدا بعد مثلا اسبوع اسبوعين هنعمل جروب هنشرح لايف او هنشرح على اليوتيوب. اوكي، ففي الحاله دي انت خلاص عرفت الشخص وعرفت الاكونت بتاعه، وتبص على الشخص تمام بتبدا تتواصل معاه وتحاول تقنعه بالفكره. طب ما عرفتش تقنعه بالفكره ابعته لي وانا هكلمه. اوكي، فده لوحده تمام. طب انت تخيل انت معايا بمجرد انت قاعد على الفيس ما بتعملش اي حاجه، قاعد تتصفح عادي، لقيت واحد حاولت تقنعه او بعته لنا واحنا اقنعناه، الراجل ده جه معانا وايه واشتغل معانا. طب في الحاله دي تخيل انت كميه الثواب اللي انت ظبطت الكورس، انت ما عملتش اي حاجه، انت مجرد خدت من وقتك 5 دقائق 10 دقائق بالكتير، اللي هو انت خدت الرابط وبعته لي يعني. اوكي، ف وظبطنا البتاع. شوف بقى كام واحد تابع الكورس نفسه لايف، وكام واحد خد شهادات، والفيديوهات دي بتتسجل وبتترفع على اليوتيوب، فكام واحد بعد كده اما تيجي بعد سي مثلا بعد 3-4 شهور لقيت عدد المشاهدات على الفيديو ده 1,000,000 مشاهده. وحصلت معايا في اكاديميه ملتقى الدارين، اما انا دخلت على فيديو من ضمن الفيديوهات لقيت 1,000,000 مشاهده على الفيديو. شفت ال1,000,000 واحد استفاد من 5 دقائق من وقتك فقط لا غير. فالموضوع ما تستصعب ايه ده، انا هاخد وقت ايه ده، مثلا ده سي مثلا بي ام بي ده مثلا 13 محاضره وفي 3 ساعات 39 ساعه، ده خلاف ان انا طبعا بمانج هنا وبمانج هنا، كل الساعات دي لازم افضيها. لا، لان احنا تيم. اوكي، فانت بتحاول تساعد على قد ما بتقدر بالساعات، وهو هو اللي فاضي ب5 دقايق بيساعد ب5 دقايق، لان ال5 دقايق دي بتقلل العبء على الاخرين. لو كل واحد مسك 5 دقايق هتلاقيه في الاخر عملنا مانج للموضوع مظبوط. اوكي، طيب انا دلوقتي خلصت الموضوع ده. طيب انا ما لقيتش محاضرين وما عرفتش اوصل للناس دي، طب انا هعمل ايه؟ ومش قادر ادي ماده علميه، وفي نفس الوقت انا مش قادر ان انا اتطوع معاك في الدعم والتسجيل. اقدر اساعد بحاجه ثانيه؟ اه تقدر تساعد بحاجه ثانيه. ايه؟ عندك شبه يوميا في محاضرات، والمحاضرات دي تعلن عنها في البيج الرئيسيه، البيج الرئيسيه والجروب الرئيسي، وليس الجروب بتاع الكورس. تاخدوا بالكم من الموضوع ده. بيم اريبيا ليها جروب اساسي وليها صفحه اساسيه، ده خلاف الجروب بتاع عشان تتابعوا الايفنتات هناك. اوكي؟ انا بكل بساطه شفت في ايفنت جديد زي محاضره امبارح عن الجي اي اس مثلا، تمام؟ كورس كامل لمده يعني 4 محاضرات. اوكي؟ فتقدر ان انت طب انا دلوقتي بمجرد دخلت عملت شير للبوست على البيج بتاعتي او البروفايل بتاعي، ثم على 3-4 جروبات بس من اللي انا مشترك عليهم. تخيل احنا حاليا 90 واحد في القاعه، ال90 عملوا شير في 3. شوف احنا جبنا كام جروب، وكل جروب فيهم كام واحد شاف البوست، وكام واحد شاف البوست عرف زمايله تخيل العمليه بتتشعب ازاي، وكل ده من ضغط الزر، انت ما عملتش اي حاجه من المجهود. متخيل؟ فتقدر اي حد موجود في القاع يقدر يساعد الاكاديميه. فانا فتحت لكم كل الدنيا، تقدر تساعد باقل القليل. شير، معرفه حتى الزونه اللي حواليك، انت رايح شغل، السلام عليكم يا شباب اخباركم ايه؟ ده في كورس عن كذا. رحت للمساحين بتوع الموقع بتوعنا عشان الجي اي اس، معظم الناس سواء مهندسين او مساحين بيستخدموه في الجامعه، في كورس عن الجي اي اس. رحت للمهندسين زمايلي والشله بتاعتي اللي بنخرج مع بعض بالليل، يا جماعه ده في اكاديميه بتشرح ريفت فور فري، بي ام بي فور فري، تمام؟ كورسات ثانيه فور فري. اوكي؟ طب ايه؟ شوف انا بس قاعد كده، قاعده في نادي، في المكتب، في 5 دقايق من وقتك بس نشرت الفكره وانت قاعد. اوكي؟ تقدر تساعد. في حد كان كاتب I can prepare presentation on trenchless technology practice. اوكي يا باشمهندس ربيع، حضرتك تتواصل معايا ونظبط مع بعض البرزنتيشن، ولو حبيت تعمل فيها محاضره محاضرتين كورس كامل انا ما عنديش مشكله خالص. Perfect sample list of tasks that can be remotely for back. جميل، انا كده شرحت بتاع الريبيت، شرحت في كام محاضره؟ 9 محاضرات. مهندس عمر لو معايا انت شرحت 9 محاضرات مظبوط؟ اعتقد انا شفت 9 محاضرات. المهندس محمد اشرف يقدر يتاكد لنا من المعلومه. only for engineering course or any field. حاليا الانجينيرنج بجميع تخصصاتها. اوكي مهندس هيثم، لكن فيما بعد اما الصف هيزيد هنقسمه ان شاء الله رب العالمين لمعاهد. يعني اكاديميه المتقدرين قبل كده كانت متقسمه لمعاهد. معهد تكنولوجيا المعلومات، دي خدمه خاصه بالاي تي والكلام ده، والفوتوشوب والاستريتور ديزاينر. كان في معهد تشغيل واداره المشروعات، ده مدني ومعماري وميكانيكا وكهرباء واداره مشاريع. كان في معهد اللغات والترجمه، كان في معهد تنميه بشريه، كان في معهد اسمه النضوج المبكر، كان في اللي هم الاطفال اللي عندهم مشاكل في النطق والكلام ده، كان في معهد للمحاسبه وهكذا. فاحنا نتطلع لذلك، لكن احنا حاليا بنحاول نكفر مبدئيا للمهندسين، تمام؟ ونحاول نجيب لهم محاضرين، اوكي؟ ومتطوعين يكفروا المحاضرات دي، اوكي؟ فنتمنى ذلك. فاللي عنده محاضر، اللي يقدر يعمل شيرنج، اللي يقدر يعرف الناس بالاكاديميه، يحاول يقنعهم بفكره التطوع. احنا هنعمل شغل كويس جدا مع بعض. لو قدرنا فعلا نوصل الكونسبت، صدقه جاريه، علم ينتفع به. انت لن تتخيل العلم اللي مرفوع فور فري. انت مش يعني المحاضر يعتبر شبه هو بيعمل مجهود كبير جدا. يعتبر اكبر ويت المحاضر بيعمله ان هو بيقعد يجهز الماتيريال ويقعد يشرح كتير ويتابع الاسئله ويجاوب على الناس، مجهود رهيب، تمام؟ الباقي لو انت دخلت معايا هعرفك الليله بتتلم ازاي، تمام؟ في لحظه يعني ايه، مع تولز وحاجات هتتبسط. اوكي، وهتفيدك حتى على المجال المهني. يعني تخيل انت مثلا لو اتعلمت المونتاج واحترفت طبقا للتطبيقات اللي انت بتعملها هنا، تقدر ان انت حتى لما بتيجي تعمل برزنتيشن في اي ليك انت، حتى في الكمباني بتاعك، سهل جدا. في ثانيه انا دخلت ومنتجت الفيديو وظبطته وخدت بيفور وافتر، ومتخيلين كده مهاره. فالموضوع سلس يعني. عشان اي شيء على كويس 3 هننزله لك بعد المحاضره يا باشمهندس احمد فهمي. يا شباب حد عنده تعليق عن الكلام اللي انا قلته؟ السلام عليكم يا استاذ احمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور، اخبارك ايه؟ اخبارك حبيبي، ازيك؟ وحشني كتير. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. مبارك عمري، طمنا عليك. يعني جايد كده يعني برضو الشباب اللي حطوا أكيد منهم مهندسين يعني خبرة ومنهم اللي عنده خبرة سنين طويلة دكتور عاوز يعني نعمل محاضرات نديهم داتا بيز صح، لان اغلب الفيديوهات مع الكومنت اللي انت قلته انا افتكرت حاجه، ان زي ما انت عارف في بعض المواقع اي واحد بيعمل له فيديو كده كانه بيعمل يعني سوشيال ميديا وينشر كان. دكتور ابراهيم الصوت بيقطع عمال يقول ممكن معلومات غلط. انا اقصد ان انا عاوز رياض الله يعين عشان كده كويس الصوت دلوقتي سامعني؟ دلوقتي كويس الصوت كده كويس؟ طب ماشي اوكي. وكنت بقول لحضرتك يعني نتيجه ان الناس بتنتشر على اليوتيوب بالذات واي برامج اي واحد يعني بيروح طالع وبيحكي قصه في موضوع مجال هندسي معين في الكهرباء في الميكانيكا في الانشائي في المعماري بدون يعني انا اقصد ان انا عاوزين في الاكاديميه عندكم او في اي مكان اللي انت عارفه احنا طبعا بنتواصل فيه ان الناس الفريش بالذات ياخدوا الداتا من مصادرها الصح وتبقى مبنيه على اسس علميه ومبنيه على مراجع من نتيجه خبره ونتيجه احتكاك بالسوق ومتطلبات السوق للمهندسين، لان في بعض الناس المهندسين الجداد بالذات اللي هم بقى لهم سنتين ثلاثه اربعه في السوق لسه طالعين بياخدوا داتا بيز وبيبني حياته عليها وهي ممكن تكون غلط وما يعرفش، ده اللي انا اقصده، ممكن تكون غلط وما يعرفش. فانا كنت حابب ان احنا نعمل محاضرات ليهم تعرفهم ازاي يبتدوا الشغل سواء في مجال التنفيذ، في مجال التصميم، في مجال المصانع، دول الثلاث حاجات اللي هم اكتر حاجه بيبقوا ريليتد للانجينيرنج بعيد عن المبيعات طبعا ده قصه ثانيه مش عاوز ادخل فيها، لكن الثلاث حاجات اللي هم تنفيذ وتنفيذ تصميم واشراف وايه كمان انتاج تصنيع المواد الهندسيه كلها في كل مجالاتها زي ما انت عارف. فلازم ياخدوا ازاي يقرا المشروع، ازاي ينفذ المشروع، ازاي يبني الدنيا زي ما المهندس احمد بيحكي من شويه ان انت تهندل المشروع ازاي من ساعه الانشفاء لحد ما تعمل الكوزه. نفس الفكره انت من ساعه ما تبتدي الاجتماع لحد ما خلصه، من اول ما ابتدي التصميم لحد ما خلصه، من اول ما نفذ المبنى لحد ما خلصه، بيمر بمراحل كتير سهله وصعبه وميسره وفيها مشاكل وفيها خلافات وهكذا وهكذا. فطبعا لازم الناس تكون مبنيه على اساس يعني صح، ده اللي انا اقصده، لان انتشر في الفتره اللي فاتت دي ان المهندسين الفريش بالذات بياخدوا داتا من بعض الناس بدون مرجعيه حتى لو هو دارس هندسه من اي تو زد صح، لكن احتكاكه بالسوق بعيد عن المجال اللي هو درسه. انا عاوز اقرب له اللي درسه مع اللي هنفذه في الطبيعه، لانه مش بعيد، اللي انت درسته هتنفذه في التصميم، اللي انت درسته هتنفذه في برامج تصميم، اللي انت درسته هتنفذه على ارض الواقع في مخططات الاسبلت والشوب درونج بتاعتك وهكذا، زي ما انت فاهم انا اقصد ايه. مظبوط. انا ما اعرفش الشباب اللي موجودين يعني اغلبهم ايه، فانا كنت حابب انوع النقطه دي بالذات لان انا عاصرتها كتير الفتره الشهرين اللي فاتوا دول من اسئله بعض الشباب اللي في المحاضرات اللي انا بحضرها زي ما انت عارف. جميل يا هندسه. اكيد بالتعاون مع حضرتك يعني الله هنعمل شغل كويس. امين يا رب، واحنا تحت بعض الامور وان شاء الله يعني لكم محاضرات عندي باذن الله تعالى. باذن الله يا هندسه، جزاك الله خير. ماشي هتفضل. شكرا يا هندسه. دلوقتي هنسيب المايك يا شباب وهنبدا مع الباشمهندس احمد فهمي، وزي ما تنسوش ان بعد اول لما تبدا الاسئله هنفتح الاستماره، ثم بعد كده انا برضه هدخل صوت تاني معاكم في نهايه المحاضره على اساس ان لو حد عنده سؤال حاجه واقفه الاستماره ما عملهاش هبقى معاكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. شكرا للدكتور إبراهيم وشكرا للمهندس أحمد، ويعني شكرا إن في رغبة في إفادة الجيل الجديد عشان يبقى واعي ويكون يعني بمعنى أصح اللي بيحصل ده بيكون بمثابه ان انا بدي لك خبرتي اللي كونتها في 10 15 سنه على الجاهز كده، عشان اقول لك يعني مش لازم تغلط غلطتي، وابدا من حيث انتهى الاخرون ولا داعي لان تخترع العجله. فيعني تحيه كبيره لاي حد بيحاول ان هو يفيد الجيل الشباب اللي لسه طالع. لو الصوت يعني لو الصوت مش تمام قولوا لي يا جماعه، انا مش عارف الشات مش راضي يفتح معايا ليه، بس انا لو لقيت لو الصوت تمام يا هندسه. صوت تمام، طيب زي الفل، ماشي، ربنا يسهل والشات يفتح ان شاء الله. طيب احنا هنكمل دلوقتي يا جماعه. احنا عملنا ايه؟ عملنا بلان كوست مانجمنت، عملنا استيميت كوستس، ودلوقتي هنعمل ديترمين بادجت، تمام؟ واحنا اتفقنا وقلنا الفرق ما بين الكوست استيميشن والكوست بيزلاين والبادجت والبروجكت بادجت والكلام ده كله، تمام؟ طيب احنا دلوقتي عايزين نطلع البادجت، عايزين نعرف البادجت. البادجت دي هتبقى عباره عن ايه؟ هتبقى عباره عن كوست بيزلاين بالاضافه للبروجكت فاندنج ريكويرمنتس. كوست بيزلاين بالاضافه للبروجكت فاندنج ريكويرمنتس. لو نرجع للاكزامبل اللي وريته لكم هنا يا جماعه، فاكرين الاكزامبل ده؟ لا مش ده، لا استنى، مش ده ولا ده، لا ده 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 الاكزامبل ده اللي فوق ده لحد ما احنا شايفين كده، ده يعتبر ايه؟ ده كوست استيميشن اللي احنا ممكن نعمل بيه الايه؟ نحط عليه الكونتنجنسي ريزيرف يدينا كوست بيز لاين. طب اللي تحت ده اللي هو ايه بقى؟ البادجت او الفاندنج ريكويرمنتس. يعني من الاخر انا بقول انا عايز في الاسبوع الاول $3000، عايز في الاسبوع الثاني $2000، عايز في الاسبوع الثالث $3500، عايز في الاسبوع الرابع $2300. ما جيتش هنا في الاسبوع الرابع وقعدت اقول لا دول 800 ولا 1500، لا جمعت الاثنين وقلت انا عايز ايه. دي بنسميها البادجت او في نفس الوقت الفاندنج ريكويرمنتس، تمام؟ لما بحط الكلام دوت على الزمن وابتدي اقول انا عايز في الفتره الفلانيه الفلوس الفلانيه، دي بتبقى الايه؟ البادجت او الفاندنج ريكويرمنتس. تعالوا بقى نرجع تاني، لا نرجع مش قوي كده، فاحنا عايزين الكوست بيز لاين اللي لسه قايلين عليه من شويه، وعايزين البروجكت فاندنج ريكويرمنتس، تمام؟ ونعمل ابديتس في الدوكيومنتس دي اللي هي الكوست استيميتس والبروجكت سكادول والريسك ريجستر. وعندنا ايه في الانبوتس؟ عندنا الحاجات العاديه خالص اللي بنستخدمها كل مره، بالاضافه للاجريمنتس والاي اف والاو بي. عندنا ايه هنا في التولز؟ اكسبرت جادجمنت وكوست اجريجيشن. هنشوف الكوست اجريجيشن دلوقتي عملي. داتا اناليسيز، وهنعمل في الداتا اناليسيز دي ايه؟ ريزيرف اناليسيز. وقلنا ايه هي الريزيرف اناليسيز؟ تحليل الاحتياطي، ابتدي احط الاحتياطي اللازم لكل حاجه. هيستوريكال انفورميشن ريفيو، مراجعه كل البيانات التاريخيه او المعلومات التاريخيه. فاندنج ليميت ريكونسيليشن، وده تكنيك هنشرحه دلوقتي. وفاينانسنج اللي هو التمويل او اي وسيله من وسائل الفاينانسنج، اي وسيله سواء تاخد قرض من بنك، بتاخد من الشركه نفسها، بتدخل معاك بارتنر، اي وسيله من وسائل الايه؟ الفاينانسنج. طيب تعالى نشوف كده. احنا عندنا حاجه اسمها كنترول اكونت، كنت اتكلمت عليها في الاول وقلت لكم هشرحها بعدين. الكنترول اكونت ببساطه شديده هي نقطه انا بقدر اعمل عندها كنترول، والنقطه دي بقدر من خلالها اتحكم في اكتر من حاجه. طيب لو احنا تخيلنا الورك بريك داون ستراكشر اللي كان موجود عندنا، ومسكنا البرانشز اللي نازله من فوق كلها وبدانا نشوفها. طب تعالى نشوفها كده في الشكل اللي جاي ده ونرجع تاني. يعني على سبيل المثال لما كنت بقول والله انا عندي بند الدهانات، عندي بند الكهرباء، عندي بند مش عارف ايه، فكل واحد من دول ينفع يبقى كنترول اكونت. كنترول اكونت عند الدهانات، كنترول اكونت عند الكهرباء، كنترول اكونت عند فريق العمل بتاع المشروع، وهكذا، تمام؟ طيب الكنترول اكونت هي النقطه اللي انا بقدر عندها من الكنترول على المصاريف بتاعتي، واقدر اعمل كنترول على اكتر من حاجه. قال لك از مانجمنت كنترول بوينت وير scope, cost, and schedule are integrated and compared to the earned value for the performance measurement. يعني هي النقطة دي اللي عندها، بجمع السكوب على الكوست على السكيدول واعمل لهم انتجريشن وكمبير الكلام دوت بالايرند فاليو اللي عندي. are placed as a selected management points is WBS، بتحطها في النقطة اللي أنت عايز تدير من عندها في WBS. is defined with a unique code or an accounting number، بتحط لها يونيك كود او اكونتنج نمبر which can be linked to the performing organization accounting system، اللي هو شجره الحسابات بتاعت الشركه. حضرتك بتربط الرقم ده، يعني مثلا انت شجره الحسابات مطلع عندك بند اسمه العماله او الموظفين او الاجور، البند ده واخد كود في الشجره مثلا 011، فانت مطلع بقى كمان الاجور بتاعه الناس اللي شغاله في المشروع الفلاني، ورحت حاطط لهم كود 0115، ده بيبقى مربوط ب 011 اللي هو موجود في شجره الحسابات بتاعه الشركه. تعالوا نشوف الكوست اجريجيشن يا جماعه. نفترض كده ان احنا عندنا اكتيفيتيز وعندنا ورك باكجز، والمفروض ورك باكجز بتنتهي بعد كده عند الديليفربل اللي انا قلت لك عليها من شويه اللي هي الكنترول اكونت استيميتس. فانا بعمل الكوست اجريجيشن ده ازاي؟ باجي عند الاكتيفيتي استيميت وابتدي استيميت الكوست بتاعت كل اكتيفيتي. اكتيفيتي بي 1 ب $150، اكتيفيتي بي 2 ب $250، اكتيفيتي بي 3 $300، اكتيفيتي بي 4 $300، اكتيفيتي بي 5 $450. طيب انا هنا بعمل ايه بقى؟ اكتيفيتي استيميتس اقفل الكاميرا يا باشمهندس. اكتيفيتي استيميتس باخدها واجمعها حسب هي تبع مين، حسب هي تبع مين. فبجمع مثلا انا اكتيفيتي بي 1 بي 2 بي 3 كانوا تحت ورك باكج دي، فجمعتهم مع بعض بقى عندي الورك باكج دي ب 700. باشمهندس يا ريت تقفل الكاميرا. تمام؟ و 750 باشمهندس احمد شعبان، حضرتك فاتح الكاميرا. طيب 750 هنا جمعت ال 300 400 500 وهكذا. دي برضو ورك باكج جايه من مجموعه من الاكتيفيتيز، ودي ورك باكج جايه من مجموعه من الاكتيفيتيز. طيب بقى عندي دلوقتي الليفل بتاع الورك باكجز عندي ب 700 و750 و450 و560. تمام؟ طيب الاربعه دول مع بعض كده، او سوري الثلاثه دول مع بعض هيتجمعوا مع بعض عشان دول كانوا تحت كنترول اكونت واحد او ديليفربل واحد. وعندي 650 دي مع حاجات ثانيه جمعتها بقت هنا 650، ادي عندي كمان ادي ديليفربل ثاني. بجمع كل الكنترول اكونتس، يبقى انا كده وصلت لايه؟ وصلت للبروجكت استيميتس اللي هي 2550. انا لحد كده واصل ايه لايه يا جماعه؟ بروجكت استيميتس. اجي احط 250 از كونتنجنسي ريزيرف فوق البروجكت استيميتس دي، يديني ال 2800. ال 2800 دي اللي هي تعتبر كوست بيرفورمانس بيز لاين، كوست بيرفورمانس بيز لاين او كوست بيز لاين، وهي في نفس الوقت التايم فيزد بروجكت بادجت. لما احطها على الوقت، لما اوقعها على الزمن، تبقى تايم فيزد بروجكت بادجت. تمام؟ تاني في هنا عندي بروجكت بادجت وعندي تايم فيزد بروجكت بادجت. تمام؟ في هنا بروجكت بادجت وتايم فيزد بروجكت بادجت او تايم فيزد كوست بادجت. تمام؟ دي بتبقى ايه؟ بتبقى هي الكوست بيز لاين بس محطوطه على الزمن، ان انا اخدت الكلام ده وبدات ان انا افرده على الاسابيع او الشهور او المدد اللي عندي. اخد بقى الكوست بيز لاين ده واحط عليه المانجمنت ريزيرف، يديني البروجكت بادجت. تاني انا اهو بدات من الاول بعمل اكتيفيتي استيميشن، اكتيفيتي استيميتس سوري، اهي موجوده عندي تحت. حطيت استيميشن لكل اكتيفيتي من الاكتيفيتيز دي، وبدات اجمع الاكتيفيتيز الخاصه بكل ورك باكج. فبقت عندي الورك باكج دي بعد ما جمعت لها الاكتيفيتي بتاعتها دي 700 دي 750 دي 450 دي 650. بدات اجمع على ليفل ايه؟ اجمع الورك باكج واحط فين واصب فين؟ اصب في الكنترول اكونتس او الديليفربلز. بقى عندي هنا 1900 و650 وهكذا السعر. فبدات اجمع كمان على مستوى بقى الكنترول اكونتس عشان اشوف كل البروجكت استيميتس اللي هي ال 1700 بلس 650 بقى عندي 2250. لحد كده انا عندي الاستيميشن بتاعت البروجكت without contingency reserve without any reserve. فانا ببتدي احط الكونتنجنسي ريزيرف عليها. لما احط الكونتنجنسي ريزيرف عليها يديني ايه؟ 2800. يديني 2800. اخد ال 2800 دي بقت عندي هي الكوست بيز لاين، كوست بيرفورمانس بيز لاين او كوست بيز لاين. اخد 2800 دي وافردها على الزمن، اقعد اقول ويك نمبر 1 كذا، ويك نمبر 2 كذا، ويك نمبر 3 كذا، او مانث او يير او ايا كان. اذا كده بقى تايم فيزد بروجكت بادجت. اخد بقى الكوست بيز لاين ده واحط عليه المانجمنت ريزيرف، كده بقى عندي البروجكت بادجت اللي هو 3100. تمام؟ دي كانت الكوست اجريجيشن يا جماعه، دي كانت الكوست اجريجيشن يا جماعه. طيب عندي كمان الفاندنج ليميت والفاندنج ليميت ريكونسيليشن، او الفاندنج ريكوايرمنتس وبعدين الفاندنج ليميت ريكونسيليشن. انا رسمت لكم من شويه حاجه شبه دي، كنا بنتكلم ان ده كده الايه؟ الكوست اللي احنا مخططينها، ده كده يعتبر الكوست بيز لاين بالنسبه لي، وادي بادجت ات كومبليشن اللي احنا بنتكلم عليها. طيب لما نيجي نبص كده، ان قبل بقى ما اصرف، قبل ما اشوف الخط المنقط ده خالص، انا عندي ايه؟ انا عندي الكوست بيز لاين. طيب الكوست بيز لاين لما انا رسمته بالشكل ده، فوالله رحت ووريهم الكلام ده يا جماعه، فقالوا لي طيب معلش يا باشمهندس قول لنا الدفعات اللي هتعوزها كام كل قد ايه؟ انت هتعوز دفعات كام كل قد ايه؟ فبدات ابص كده واقول والله انا هعوز الدفعه دي للمده دي. تمام؟ انا اهو هعوز الدفعه دي للمده دي. وبعدين هعوز الدفعه دي للمده دي. اللي هي فاكرين التايم فيزد بادجت، وهعوز الدفعه دي للمده دي. وهعوز الدفعه دي للمده دي وهكذا. حلو؟ طيب. حضرتك النهارده بدات تطلع الفاندنج ريكويرمنتس من الكوست بيز لاين. تاني. خلينا نرجع بس كده ونبص على حاجه، احنا عندنا هنا ايه؟ كوست بيز لاين وبروجكت فاندنج ريكويرمنتس. تمام؟ اللي هي من الاخر الكوست بيز لاين اللي هو الكوست المعتمد بتاع المشروع، تمام، محطوط طبعا including contingency reserve project funding requirements، يعني من الاخر انت عايز كام كل قد ايه؟ امتى هتطلب الحاجه الفلانيه؟ تمام؟ طيب فلما جينا هنا قال لك ايه؟ قال لك ادي كوست بيز لاين. انا عندي بقى عايز الفاندنج ريكويرمنتس. طيب بدات اشوف والله انا عايز الفلوس اللي تكفيني لحد النقطه دي فطلبت المبلغ، وبعدين عايز الفلوس اللي تكفيني لحد النقطه دي فطلبت المبلغ ده. وهكذا هنا فطلبت المبلغ ده، وهكذا هنا طلبت المبلغ. بيوريك بقى هنا كمان الايه؟ الفرق ما بين الكوست بيز لاين والبروجكت بادجت. تاني اهو الفرق اهو، الكوست بيز لاين واقف لحد فين؟ لحد هنا. البروجكت بادجت واقف لحد فين؟ سوري، هتضيف عليه المانجمنت ريزيرف يديك البروجكت بادجت. طب امال ايه ده بقى؟ قال لك دي المصاريف الفعليه اللي انت صرفتها، اللي هي قعدت اقل من الكوست بيز لاين طول المشروع وجت في الاخر وضربت شويه. دخلت فين؟ في المانجمنت ريزيرف. بدات تدخل، عديت الكوست بيز لاين ودخلت في المانجمنت ريزيرف. تمام؟ فده ببساطه الفاندنج ليميتس. طب امال ايه بقى هو الفاندنج ليميت ريكونسيليشن؟ الفاندنج ليميت ريكونسيليشن انك انت تيجي تقول لي انا عايز في الشهر الاول مليون جنيه، في الشهر الثاني 2 مليون، في الشهر الثالث مليون، في الشهر الرابع 5 مليون. فاجي انا اقول لك كممول او انا السبونسور اقول لك انا مش معايا الفلوس بالشكل اللي انت طلبته ده، لكن انا هقدر اديك الفلوس بالمعدل ده، الشهر الاول مليون، الشهر الثاني نص مليون، الشهر الثالث نص مليون، وبعدين 4 مليون. فحضرتك تبتدي تمسك البروجكت او تمسك الكوست بيز لاين بتاعك تعدل فيه بما يتناسب مع الفاندنج اللي هيجي لك، بما يتناسب مع الليميتس اللي حصلت على الفاندنج ريكويرمنتس. الفاندنج ريكويرمنتس كانت عايزه بالشكل ده وبالشكل ده وبالشكل ده، فانا لقيت ان انا اللي هقدر اوفره لك هيبقى بالشكل ده وبالشكل ده وبالشكل ده وبالشكل ده. طيب ايه اللي هيحصل؟ فهتبتدي تمد اجل للمشروع، او تمط في الجدول الزمني، او تغير في ترتيب الاكتيفيتيز بتاعتك بما يتناسب مع معدلات الصرف او معدلات الدفعات اللي هتاخدها. ده اسمه funding limits reconciliation، وهو اعاده تسويه او اعاده تظبيط الكوست بيز لاين حسب الفاندنج ليميتس، حسب الحدود الجديده للفاندنج. تمام؟ يبقى احنا اتفقنا ان عندنا كوست بيز لاين وبروجكت بادجت، وعندنا فاندنج ريكويرمنتس اللي هي متطلبات انا عايز، يعني انا عشان امشي المشروع بالشكل ده محتاج دفعات بالحجم ده في المواعيد دي. طب انا جيت قلت لك والله يعني تعالى نرجع للاكزامبل ده مثلا. لا، لو انا جيت قلت لك انا مش هقدر اوفر لك هنا 3000 ولا هنا 2000، ولا قلت لك هنا 1000 1000 2000 2000، انت هتعرف تخلص المشروع دوت في 4 أسابيع؟ لا، هتبتدي تعيد توزيع التاسكات ديت على الزمن الجديد اللي هيبقى مناسب للفلوس اللي انت هتاخدها. تمام؟ فهي دي الفاندنج ليميت ريكونسيليشن. تمام؟ طيب احنا كده شفنا الكوست اجريجيشن وفاندنج ليميت ريكونسيليشن. عندنا دلوقتي اخر بروسس، عندي اللي هي كنترول كوستس. كنترول كوستس is the process of monitoring the status of the project to update the project costs and managing the changes to the cost baseline. من الاخر هي دي البروسس اللي انا بقدر اعمل من خلالها. زي ما كنت بعمل كنترول على سكيدول، انا هعمل دلوقتي كنترول على كوستس. The key benefit of this process is that the cost baseline is maintained throughout the project. This process is performed throughout the project. The key to effective cost control، يعني المفتاح او السر في انك تعمل effective cost control is the management of the approved cost baseline. انك تمانج المشروع حسب الابروفد كوست بيز لاين. تمام؟ دي كلها حاجات included في الكوست كنترول. بنعمل ايه؟ بنinfluence الفاكتور that created changes to the authorized cost baseline. يعني اي فاكتور ممكن يعمل تشينج في الكوست بيزلاين انا بانفلونس، انا بحاول ان انا ااثر على الفاكتور ده او اخليه ما يحصلش او اخلي تاثيره اقل منه. ensuring that all changes requests are acted on in a timely manner. يعني اي تشينج او اي ريكوست للتشينج بيحصل بيتم التعامل معاه في الوقت المناسب. managing the actual changes when and as they occur. الاكشوال تشينجز اللي هي بقى مش تشينج ريكوست، لا تشينج حصلت اكشوالي، تمام؟ فبتبتدي تتصرف معاها حسب ما حصلت وفي وقت ما حصلت. ensuring that cost expenditure don't exceed the authorized funding by period, by WBS component, by activity and in total of the project. يعني بتبتدي تعمل مونيتور على المصاريف بتاعتك وبتطمن انها ما تخططش الليميتس بتاعت الفند، اللي هو انت مثلا يعني الفند اللي جاي لك دلوقتي مليون، ما ينفعش تصرف مليون ونص، ما ينفعش تبقى مصاريفك المفروض تتصرف في الفتره دي مليون ونص، وما ينفعش كمان ان الدهانات مثلا تبقى تكاليفها عليك كلها مثلا 120,000 فانت تبقى صارف على الدهانات اكتر من كده. باي اكتيفيتي، لو الاكتيفيتي دي برضو تعمل كنترول على الليفل بتاع الاكتيفيتي وعلى البروجكت كله. monitoring cost performance is to isolate and understand variance from the approved cost baseline. يعني تفضل متابع كده الكوست بيرفورمانس عشان تحاول تجنب المشروع من اي تشينجز ممكن تحصل. monitoring work performance against funds expended. تمام؟ يعني بتبتدي تتابع الشغل اللي اتنفذ مقابل التمويلات اللي خدتها. انت ممكن تكون بتصرف حسب التمويلات بس الشغل اللي بيطلع في النهايه مش هو حسب اللي انت مخطط له. preventing unapproved changes from being included in the reported cost or resource usage. أي unapproved changes بتحاول إن أنت تبريفنت إن التشينج ده يحصل. informing appropriate stakeholders. بتوصل للستيكهولدرز المناسب المعلومات اللي تتعلق بالكوست اللي هو يعني ليها علاقة بيه. bringing expected cost overruns within acceptable limits. تحكم في الخروج عن البادجت أو المصاريف بتاعتك بحيث انها تبقى في معدلات مقبوله. وادي البروسس عندي اهي. ورك بيرفورمانس انفورميشن، يبقى لازم يبقى عندي هنا ورك بيرفورمانس داتا. وكوست فوركاستس، كوست فوركاستس ديت لما تفتكر الجزء بتاع تو كومبليت بيرفورمانس اندكس والاستيميت تو كومبليت واستيميت ات كومبليشن، دي كلها اسمها كوست فوركاستس. فانت هدفيه تعمل البروسيسز اللي احنا شرحناها من شويه. وتشينج ريكويستس لو انت بقى في حاجه محتاجه تشينج زي ما احنا كنا بنشوف من شويه، عايز تغير في الكوست بيزلاين، تمام؟ طيب طبعا ابديتس بقى لكل الحاجات دي. طيب عندنا هنا في الانبوتس برضو الحاجات العاديه عارفينها، بالاضافه الى البروجكت فاندنج ريكويرمنتس اللي احنا كنا لسه متكلمين عليها، وورك بيرفورمانس داتا واو بي اي. طب ايه التولز اللي عندي؟ اكسبرت جادجمنت، داتا اناليسيز، وفي الداتا اناليسيز في ايه بقى؟ Earned Value Analysis لسه واخدينها، الفاريانس اناليسيز لسه واخدينه، والترند اناليسيز كنا اتكلمنا عليه قبل كده برضه. والترند اناليسيز ليه علاقه بالاندكسز اللي احنا كنا بنتكلم عليها، اللي هو الكوست بيرفورمانس اندكس والسكادول بيرفورمانس اندكس والتو كومبليت بيرفورمانس اندكس. كل الاندكسز او الانسيز اللي عندي ليها علاقه بالترند اناليسيز. الريزيرف اناليسيز وتحليل الاحتياطات ولسه كنا قايلين عليه من شويه، وحاطط لك كمان التو كومبليت بيرفورمانس اندكس كحاجه كده من الحاجات التولز المهمه اللي المفروض تعتمد عليها، والبروجكت مانجمنت انفورميشن سيستم. تمام؟ طيب كده احنا خلصنا الكوست ونبتدي نفتح فقره الاسئله، ومعانا اول متصل ونقول الو. طبعا مش الو يا جماعه، احنا بنتكلم هنا شات يعني، ماشي؟ طيب ما فتحتش ولا في حاجه غلط؟ المهندسه ايه، انت مش سامعاني خالص ولا ايه؟ المهندسه ايه بتقول طب لسه حضرتك ما فتحتش ولا في حاجه غلط؟ هو اكيد في حاجه غلط. طيب في اول سؤال من المهندس محمود زيتون وكان محضره وعمل له كوبي بيست كده على طول. طيب وات از سكادول ريزيرف ونيجاتيف توتال فلو. طب ماشي، انا مفيش مشكله والله في اسئلتك، بس انا عايز الاول اجاوب على اسئله الناس اللي هي يعني تبع المحاضره دي، ونخلي بس اسئله الكويزز اللي فاتت في الاخر خالص، ماشي؟ حد عنده اسئله في المحاضره بتاعت النهارده يا جماعه؟ حد عنده اسئله في محاضره النهارده؟ هو انا ما حدش سامعني؟ طيب انتوا سامعيني يا جماعه؟ نضغط رقم واحد لو سامعيني. طب الحمد لله رقم واحد بس كفايه، خلاص خلاص تكتبوش واحد. طيب تمام. مهندس هشام صلاح بيقول could you please explain IRR. طيب يا جماعه احنا قلنا الاي ار ار هي المعدل الفايده او الريتيرن اللي عنده بيتساوى الريفينوز والكوست او النت بريزنت فاليو للبنفيتس مع الكوستس. من الاخر النت بريزنت فاليو، سوري مش النت، البريزنت فاليو بتاعت البنفيتس مع الكوستس. يعني النت بريزنت فاليو تساوي زيرو عند تايم معين. ولما جينا شرحنا يا باشمهندس وقلنا كده ان احنا مثلا في البروجكت بتاعنا اللي كنا بنتكلم عليه اللي كان عندنا كنا جايبين النت بريزنت فاليو. خليني كده ارجع واوريها لك هنا. ده لو تاخد بالك احنا عندنا هنا كورسز وعندنا هنا ايه انكم، وعندنا هنا النت بريزنت بتاعت الكورس والنت بريزنت بتاعت الانكم. وانا هنا مديلك الانترست ريت 10% وهنا 10%. انا هنا بعد 3 سنين انا ممكن اغير شويه حاجات هنا عشان اخلي الموضوع يناسب الاي ار ار. انا ببساطه لما جيت طلعت هنا النت بريزنت فاليو طلعت كام؟ طلعت 62. لا انا مش عايزها 62، انا عايزها بعد 3 سنين تبقى صفر. انا عايزها بعد ال3 سنين دول تبقى صفر. فانا هبتدي ادور على معدل الفايده، اقعد اغير في ال10% دي لحد ما تديني هنا قيم وهنا قيم، لما اجمعهم واطرحهم من بعض يديني صفر. يعني عايز من الاخر يبقى هنا 353 مثلا وهنا 353 او هنا 320 وهنا 320. طيب انا بلعب في ايه؟ انا بلعب في الانترست ريت دي، بلعب في الانترست ريت اللي تديني ده يساوي ده، بلعب في الانترست ريت اللي تديني ده يساوي ده. تمام يا باشمهندس؟ يا ريت يكون الموضوع كده واضح. ماشي يا باشمهندس سامح، انا فاكر اللي انت السؤال اللي انت قلت لي عليها الخاص. حاضر والله، بس ناخد بس الاولويه بتاعت الاسئله بتاعت المحاضره بتاعت النهارده. Kindly explain the cost baseline again. طيب المهندس عبد الرحمن عايز الكوست بيز لاين again. طيب نيجي كده للكوست بيز لاين يا جماعه. الكوست بيز لاين يا هندسه هو ان انا تبقى عندي الكوست استيميتس، احط الكونتنجنسي ريزيرف، يبقى عندي الكوست بيز لاين. لما تيجي تبص معايا هنا كده فين في الاجريد. طيب انا عندي هنا البروجكت استيميتس. انا هنا عملت ايه؟ انا كل الحكايه ان انا كنت بشوف كل حاجه تكلفتها كام واقول عليها، ورحت مجمع كل التكاليف دي احط عليهم الكونتنجنسي ريزيرف، يبقى ده ايه؟ واعتمده طبعا، يبقى ده كوست بيز لاين. تمام؟ طبعا مش اللي هو كده، لا اعتمده برضه، يبقى ده كوست بيز لاين. اخد الكلام دوت واحطه على التايم، يبقى ده تايم فيزد بروجكت بادجت، تمام؟ اخد بقى الكوست بيز لاين واحط عليه المانجمنت ريزيرف يديني البروجكت بادجت. تمام؟ واضحه؟ اتمنى تكون واضحه. يعني احنا الشات بيعلق، لا. طيب موضوع قياس نجاح المشروع. انا كمدير مشروع مسؤول عن تحقيق الاهداف والالتزام بالنطاق والزمن والتكلفه، وليس مسؤوليه تحقيق متطلبات الراعي أو الهيئة العليا. يعني دي معلومة ولا سؤال ولا إيه بالظبط؟ طب قياس نجاح المشروع يعني هل كده أنت تقصد إن أنت كده تحقيق الأهداف والالتزام بالنطاق والزمن والتكليف وليس من تحقيق متطلبات الراعي؟ لا طبعًا، يعني أنت أصلًا جبت المتطلبات، جبت الأهداف بتاعة المشروع منين؟ ما هو جمع المتطلبات جزء من شغلك. أنت بتقوم بكولكتنج ريكوايرمنتس من كل الستيك هولدرز، اللي الراعي واحد منهم. تمام؟ الهيئه العليا برضو منهم. فانت في الاول بتكولكت كل الريكوايرمنتس. فكره ان انت مش مسؤول عن تحقيق متطلبات الراعي، لا انت مسؤول عن جمع متطلبات الراعي، وسواء بقى ساعتها هتبقى رافضها او هتناقشها او هتتفق على حاجه ثانيه، بس في النهايه انت هتاخدها انتو كونسيدريشن. تمام؟ فكون ان حضرتك النهارده تقول لي انا بحقق الاهداف وبلتزم بالنطاق والزمن والتكلفه، طيب ما افرض ان انت النطاق ده جبته منين؟ النطاق ده ما جاش غير من متطلبات كل الستيك هولدرز اللي من ضمنهم الراعي. طيب يا ريت لو انا فهمت صح فانا كده جاوبت، لو كنت تقصد حاجه ثانيه بقول لك. الذي يجب الالتزام به حسب بنود العقد المتفق عليه في المشروع هو CPI أو SPI. والله يا باشمهندس هو الCPI والSPI ده ما بيبقاش موجود في العقد أصلا. أنت لو خدت بالك إن إحنا ما بنقدرش نعرف الCPI والSPI إلا لما بنبتدي نشتغل في المشروع وبنبتدي نوصل لمعدل إنتاج معين، فساعتها بنقول والله الCPI بتاعنا كذا والSPI بتاعنا كذا، اللي هم بيكونوا نسبة إلى الشغل اللي اتعمل، نسبة ما بين الشغل اللي اتعمل والشغل المخطط، أو نسبة ما بين الشغل اللي اتعمل والفلوس اللي اتصرفت. فأنت مش هتعرف تحط CPI وSPI أصلا في العقد. إزاي نقسم حاجة واحدة على قيمتين مختلفتين اللي هو الTCPI ويكون الإجابة صحيحة؟ لا طبعا هي مش الفكرة في إنك بتقسمهم على قيمتين مختلفتين وتكون الإجابة صحيحة. دول تو أوبشنز يا باشمهندس، أنت بتوصل للفاليو بتاعتك سواء كانت BAC ناقص AC أو EAC ناقص AC. يعني أنت مش إحنا من شوية كنا بنشرح عندنا ثلاث احتمالات لأن إحنا نكمل الشغل بعد ما وقفنا وقسنا. الاحتمال منهم إن أنت هتكمل حسب المخطط اللي هو BAC أو هتكمل حسب الوضع الجديد اللي هو EAC، فده اوبشنز. طيب في حالة حدوث التغيير في معدل أو أساليب العمل المتفق عليه، لا هو ده يبدو إن ده كمالة سؤال تاني، يا ريت اللي يسأل سؤال يسأله في رسالة واحدة لأن أنا مش هعرف أجمع السؤال من كذا رسالة. طيب الار هي معدل التضخم؟ لا طبعا الار مش معدل التضخم، معدل التضخم حاجه والار ده اللي هو معدل الفايده المعلنه من البنك المركزي زي ما حكيت لك. هل ده هو ده؟ لا طبعا ده مش هو ده. انت ممكن تلاقي ان مثلا يطلع تقرير يقول لك ان معدل التضخم السنه اللي فاتت كان 13% بس الانترست ريت مثلا 14 15 16. كل دوله بتبتدي تدير السياسه النقديه بتاعتها بناء على الكلام ده. يعني الدوله لما تحب تلم الفلوس اللي في ايدين الناس وما تشجعش الناس على الاستثمار وعايزه تلم الفلوس اكتر، بتعمل ايه؟ بتقوم رافعه سعر الفايده فتغري الناس اللي معاها فلوس تروح تحط الفلوس في البنك تاخد عليها عائدات اعلى، فهي تبقى لمت السيوله. طب عايزه الناس ترجع تاخد الفلوس بتاعتها اللي في البنك وتتوجهها للاستثمار اكتر، فبتقوم مقلله معدلات الفايده عشان يبقى البنك بالنسبه لهم اقل الخيارات عائدا، وبالتالي الناس تبقى متشجعه اكتر انها تروح تستثمر بدل ما تحط في البنك. طيب عندنا Earned Value and Actual Cost و Planned Value and Basis of Estimates. طيب انا مش عارف ايه السؤال يا دكتور ابراهيم. Earned Value and Actual. الفرق بينهم ساعتك بس كده في عجاله، يعني انا عندي الفرق ما بينهم معلش هي واضحه بس في لبس شويه عندي بعض الامور معلش. طيب بص يا فندم، انا بدخل قبل المشروع بيبقى عندي بلاند فاليو، انا لسه ما نفذتش فشيء طبيعي ان يكون عندي بلاند فاليو اللي هي انا عند اليوم الرابع هكون خلصت كذا، انا عند اليوم ال20 هكون خلصت كذا، دي كلها اسمها بلاند فاليو. طيب كده الشغل لسه ما بدأش، الشغل بدأ بقى وبدأنا نمشي وبعد أسبوع يوم يومين ثلاثة بدأنا نقف ونشوف إحنا عملنا إيه، وبالتالي إحنا عملنا إيه دي شقين، شق مصروفات اللي هي الفلوس وشق تاني إنتاج. الإنتاج بسميه Earned Value، لما أمسك الإنتاج وأحوله لما يوازيه من الفلوس هي دي بتبقى Earned Value عندي، لكن الفلوس اللي اتصرفت فعليا عند اللحظة دي بتبقى Actual Cost. الفلوس اللي اتصرفت فعليا عند اللحظه دي بتبقى هي الاكتشوال كوست. والبيزس اوف استيميتس زي ما قلت لك هي الاسس اللي انا بنيت عليها الاستيميشن، انا عملت استيميشن في الحته دي بناء على ان مثلا ان العامل مثلا في دوله زي الصومال اجره بيبقى من كذا لكذا، ده بيزس اوف استيميتس، فانت بدات تبني على النقطه دي كل الاستيميشن اللي جاي. أو إن سعر الكهرباء في مدغشقر كذا، أو إن الكهرباء مدعومة في الحتة الفلانية، أو إن مش عارف إيه كذا، أنت بتحط بيسس أنت بنيت عليها الاستيميشن. يا ريت يكون الموضوع واضح كده. طيب إزاي نقسم حاجة؟ ما أنا لسه جاوبت على السؤال ده يا باشمهندس ربيع اللي هو الTCPI والكلام ده كله. طيب في سؤال تاني، هل في معدات ثابته للاخذ في الاعتبار؟ الانفليشن ريت هو ما قدامكش حاجه غير الانترست ريت. الانفليشن ريت مش حاجه انت كنت ينفع تتعامل معاها كمواطن عادي. انت بتعرف تمسك ايه او ليه حاجه بتقدر تمسكها؟ بتمسك سعر عملتك مقابل الدولار، بتمسك سعر الفايده في البنك، بتمسك مثلا سعر الذهب بيروح فين وبيجي منين، هي دي الحاجات اللي انت ممكن تبص عليها. طيب بما ان الحاجات دي قد تختلف من مكان لمكان، فبقينا مثبتين سعر الفايده كمرجع لينا نقدر نتعامل بيه، لان سعر الفايده دي حاجه ثابته على مستوى الدوله كلها، وكمان حاجه كنترولد، يعني هي مش ماشيه لوحدها. سعر الذهب بكره ممكن يبقى كذا وبعده كذا، سعر الدولار كذا وبعده كذا، لكن سعر الفايده حاجه كنترولد، حاجه مانجد بيصدر بها قرارات من رئيس محافظ البنك المركزي، والموضوع ما بيبقاش كل يومين ثلاثه، لا ده كل فترات كبيره جدا، يعني ممكن يقعد سنه او سنتين عشان يغير في سعر الفايده، وبالتالي اصبح سعر الفايده هي الحاجه اللي انت ممكن تشتغل عليها. عايز بقى تتابع الانفليشن ريت، تابع التقارير اللي بتصدر من على الجهاز من الجهاز العام، من الجهاز التعبئه العامه والاحصاء، الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء، تابع التقارير الاقتصاديه اللي بتصدر على البنك الدولي، تابع التقارير الاقتصاديه اللي بتصدر على صندوق النقد الدولي. تمام؟ طيب احتماليه تكون باي باك بيريود مبني على مقدار مالي متوفر ولا على الزمن المفروض؟ بص، هو الباي باك بيريود هو اصلا بيديك بيريود، يعني هو ما ينفعش يبقى انت في النهايه بتقارن مصاريف بعائدات في مده محدده، انت صرفت مليون جالك مليون بعد قد ايه؟ بعد قد ايه دي؟ ايه دي الاخرانيه دي؟ هي الباي باك بيريود. طيب في سكرين شوت هنا لحاجه معينه. طيب انا هداونلود السكرين شوت على مسؤوليتك يا باشمهندس ربيع، واذا الجهاز بتاعت فيروس يبقى انتوا اللي انهيتوا الكورس، بقى انتوا حرين. ماشي يا جماعه، نشوف الصوره بس، اصل الصوره ما بتفتحش في البتاع ده، نشوفها. ما ظهرتش وما نزلتش ولا ايه؟ اوبن فايل. طيب انت حضرتك هنا واخد لي سكرين شوت. ماشي يا فندم، انا اوكي ماشي. المهندس ربيع واخد سكرين شوت من. طيب ايه السؤال يا باشمهندس ربيع؟ خلينا هنا. Can we cover fund shortage by other sources of to save time and keep cost baseline؟ ماشي، دي حته اوت اوف سكوب بالنسبه لاداره المشروعات كعلم. انت في النهايه لما يكون، معلش انا اسف يعني، انت مطلوب منك مصاريف في البيت، سوري، انت الفلوس المتوفره ليك مثلا 5000 جنيه والحاجات اللي مطلوبه تتعمل 10000 جنيه، انت قدامك اوبشن تستلف 5000 جنيه وتمشي الشغل كله او تصرف كل المصاريف، او تقسم الحاجات اللي هتتعمل على شهرين. يعني دي حته مالهاش دعوه يعني بعلم اداره المشروعات. في النهايه انت استلفت، اتصرفت، عملت اي حاجه، ماشي خلاص، دي حاجه ترجع لك. في النهايه احنا بنقول لو ما قدرتش تعمل دوت هتعمل ايه؟ What is the basis of estimates and how does it apply to earned value calculation؟ طب ما احنا قلنا من شويه يا جماعه basis of estimates هي الاسس اللي احنا بنعتمد عليها. انت جاوبتها خلاص يا دكتور باشمهندس، خلاص انا فهمتها. والله انا اسف يا ريس، ما ببصش على، لا سعادتك الله، ده انا اسف ان انا كررت السؤال، معلش. لا خالص، انا ما ببصش على الاسماء، انا اسف يعني. لا ولا يهم سعادتك، لا اعوذ بالله. وجود هدف وحيد في المشروع يكون تابع للاكيورسي ولا البريسيشن اثناء تنفيذ المشروع. طبعا الحته بتاعت الهدف دي انا مش عارف تقصد ايه، بس انا اتكلمت عن الاكيورسي والبريسيشن في الاستيميشن، مش فكره الهدف. انا طبعا يعني احنا لما بنيجي نعمل استيميشن يا جماعه بنبقى عايزين نشوف الاستيميشن بتاعتنا دي هاي اكيورسي ولا لو اكيورسي. ده ليه علاقه بال التارجت. لما بقول تارجت هنا مش معناها التارجت بتاع البروجكت، انا بقول التارجت كوست، الكوست بتاعتي. يعني انا ضربت لك اكزامبل وقلت لك والله لو الحاجه دي هتتعمل يعني انا ما اعرفش هتتعمل في النهايه، بس انا قعدت اعمل استيميشن وقلت والله الحاجه دي ممكن تتكلف 300000 جنيه. وبعد شويه لما بدات اعرف معلومات اكتر قلت لا هي الحاجه دي هتبقى 325000 جنيه. وبعدين بعد ما عرفت اكتر قلت لا الحاجه دي هتبقى 318000 جنيه. لحد دلوقتي انا قادر اشوف ان الاستيميشنز بتاعتي كلها هاي بريسيشن. طيب تعال نشوف بقى الحاجه دي اتعملت بكام؟ اتعملت ب 400000 جنيه. طيب يبقى اذا كانت low accuracy but high precision. انا هنا بتكلم عن cost estimation، انا ما اعرفش بقى تقصد ايه هدف وحيد في المشروع. طيب البنفيتس از income or profit؟ لا البنفيتس يا جماعه هي الانكم مش البروفيت، اللي هو النت بريزنت فاليو او يعني حصل طرح الايه الانكم او البنفيت من الكوست. تمام؟ طيب فين طيب يعني للاسف في المانيا واليابان معدل الفايده بالسالب. طيب ده معناه ايه يا جماعه؟ معدل الفايده اللي بالسالب في اليابان او في امريكا احيانا بيبقى 0.5%، والدنيا دي كلها الناس دي ما عندهاش فلكتويشن او اهتزاز او تذبذب في العمله زينا، وكمان التضخم عندهم مش بنفس الصوره. يعني مثلا يعني طبعا في اليابان العمله بالسالب بدل الفايده بالسالب معناها ان انا هديك فلوس، سوري هسلفك فلوس، ولما اجي اخدها منك هاخدها اقل. خلي بالك ده مش بيغير عندنا حاجه، هنا انت برضو بتمشي على نفس الاسس دي. يعني طبعا المعدل بالسالب ده مش كتير منتشر ومش بيحصل في كل السنين وفي كل الاوقات، بس بتعمله الدول دي عشان تعمل نوع من انواع البالانس ما بين البرودكشن او الناتج القومي وما بين الفلوس المتوفره، وعشان هي عندها حسابات ثانيه. اليابان دي بالذات في الاقتصاد، يعني اي حد بيدرس اقتصاد كله حاجه، ويجي عند اليابان ويدرس حاجه ثانيه. اليابان دي وضعها فظيع جدا، يعني بلد مدينه بشكل غير عادي، وديونها معديه جدا، واقتصادها في العالي، يعني حاجات مش ماشيه مع بعضها يعني. لكن لو جينا نبص مثلا على امريكا بتدي معدل فايده ممكن 0.5%، ربع في الميه، واحيانا بتنزل بالسالب لما بتبقى عايزه الناس تاخد الفلوس اكتر. يعني انت كل ما بتقلل الفايده بتساعد الناس تشتغل اكتر، بس في النهايه انت مضطر تحسب بالفايده اللي موجوده قدامك دي، اللي هي موجوده في البلد اللي انت شغال فيها. توزيع التدفق الدفعات المالية في المشروع يجب أن يكون حسب المخطط الزمني المقترح، وإذا حدث أي تغير في المخطط هل يمكن تغيير حدود التدفق المالي ولا أصبح إلزامي حتى نهاية المشروع المقترح؟ بص يا هندسة، إحنا طبعًا عندنا مبدأ شغالين عليه دايمًا إن هو اسمه الانتجريتد تشينج كنترول. انتجريتد، كلمة انتجريتد دي معناها إن التشينج لما بيحصل ما يحصلش في جزيرة معزولة لوحده، يحصل وتترتب عليه حاجات في كل الاتجاهات. وبالتالي لما انت تيجي تعمل تشينج في المخطط الزمني هيترتب عليه تشينج في الكوست، هيترتب عليه تشينج في البادجت، وفي كل الحاجات الثانيه. وده بيبقى يعني ده طبيعي، دي طبيعه المشاريع، ان دايما اي تشينج يبقى انتجريتد. في ديليفربل نمبر 1040 سب تاسكس تو بي، مظبوط يا هندسه، ممكن ده 1040-1 1040-2 وهكذا. يعني هو مجرد اكزامبل بس، يعني احنا ما دققناش في الحته دي. طيب احنا كده عندنا دكتور ابراهيم حاطط جوجل فورم، اعتقد ان هو مش للاسئله. طيب تعالى نرجع بقى نشوف احنا كنا عندنا ايه. كان عندي المهندس سامح كان اتكلم في جزئيه ايه؟ معلش ذكرني باشمهندس سامح، انا ناسي السؤال. طيب عندنا السؤال بتاع الاستاذ لومارك، مهندس لومارك. I have a question from the previous lecture regarding FF calculation in the slides FF = ES of next activity minus EF of current activity. While I found in some resources saying free float equals ES of next activity, EF of current activity. -1 ولا ايه؟ وانا شايف ان الستيتمنت هي بس. يس -1. لا هو -1 دي ممكن تبقى ريليتد بحاجه ثانيه، ريليتد مثلا بالطريقه اللي احنا بنستخدمها في التحديد المدد بتاعه الاكتيفيتيز، اذا كنا شغالين بالسيستم بتاع الزيرو ولا شغالين بالسيستم بتاع النكست داي اللي كنا شغالين بيه. بس لا يعني -1 مش عارف، لا مفيش -1، يعني -1 دي. طب ممكن من فضلك تبقى تبعت لي الريسورسز اللي انت شفت فيها الكلام ده، اشوف بس القصه بتاعت -1 دي اشوفها يعني متقاله في اطار ايه بالظبط. يعني هي ريليتد بالقصه بتاعت ان احنا بنبدا عند 0 ولا 1. دي اللي تقصدها يا باشمهندس ربيع؟ يعني انا شكيت في كده برضو في الاول ان ده ممكن يكون ريليتد بالحته دي، حته ان احنا ماشيين بنظام مثلا الستارت 0، وان اول يوم في المشروع بنبدا من 0 لحد مثلا لو عندنا الديوريشن 5 يبقى من 0 ل 5، والنكست اكتيفيتي بتبدا من 5 برضو. ده سيستم. والسيستم الثاني ان احنا بقى ده بيخلص 5، ده بيبدا 6، وبعدين يخلص مش عارف ايه ويبدا كذا. دي الحته السؤال بتاع المهندس سامح بالمناسبه، ان هو كان بيتكلم ان هو شاف اماكن كده واماكن كده. احنا قلنا دول تو سيستمز بنقدر نشتغل بيهم. السيستم اللي احنا شغالين بيه ان احنا نشتغل بزيرو، ان الستارت والاند دول زيرو، وان انا ببدا في اللحظه زيرو. تمام، ببدا في اللحظه زيرو، والمشروع بيبقى مثلا اكتيفيتي، لو عندي اكتيفيتي الديوريشن بتاعها 5 فهي بتبدا عند 0 وتنتهي عند 5، والاكتيفيتي اللي بعدها تبدا عند 5 وتنتهي عند مثلا 9 وهكذا. تمام؟ فاعتقد ان الموضوع ممكن يكون له علاقه، الماينس 1 ده له علاقه بالسيستم اللي انت شغال بيه. ومع ذلك برضو المهندس لمارك ابعت لي الريسورس دوت وانا ابص عليها واكد لك الوضع. طيب ايه تاني؟ مهندس سامح انا كده جاوبتك ولا ايه؟ ماشي، شكرا باشمهندس مارك. المهندس سامح كده جاوبتك ولا لا؟ طيب نرجع للسؤال اللي كان في الاول. ماشي، المهندس محمود زيتون ريحنا وحط لنا السؤال What is schedule reserve, negative total float, وPERT, وAs per the quiz number 3 is the difference between the answers of the following. Total float is the time that activity can be delayed without delaying. Total float. Without delaying. Project completion date required by the customer. Project completion date. طب بص، موضوع completion date required by the customer ده طلعها بره. يعني احنا في النهايه احنا عندنا، يعني لو انت جاي بيقول لك من الاخر يعني الكاستمر جاي عايزك تخلص في وقت معين، فهو حاطط لك اجابه كده زقها لك في النص. وبروجكت ما عنديش حاجه اسمها ديلينج بروجكت، في حاجه اسمها ديلينج بروجكت كومبليشن ديت. فالاجابه هنا هتبقى ديلينج بروجكت كومبليشن ديت رقم 3. تمام؟ طيب نرجع للسؤال الاولاني. بيرت دي ليها علاقه بال، احنا كنا اتكلمنا عن هو اختصار لبروجرامنج مش عارف ايه 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 كده، تكنيك معين بتستخدمه في الاستيميشن. انا حاليا مش حاضر في ذهني الستاندرد او الابريفيشن بتاعه، لكن هو حاجه انت بتستخدمها في الاستيميشن. ممكن ابقى ابعت لك ريسورس ليها تقراها. يعني النيجاتيف توتال فلوت والسكادول فاريانس، لا يعني انت ممكن تسيبني ابص عليهم بصه كده، وهل انت شفتهم فين برضو؟ يعني قول لي شفتهم فين او في انهي موضع عشان اقدر برضو ايه احدد. النيجاتيف توتال فلوت والسكادول فاريانس. النيجاتيف توتال فلوت ده هيبقى وقت زياده، لا يعني خليني ابص عليهم بصه كده. بيمبوك. طيب اديني بس الريفرنس بتاعهم في اماكن بتاعتهم وانا هبص عليهم بس اكونفيرم عليهم قبل ما ارد عليهم. تمام. ايه تاني؟ عايزك بس لو انا دلوقتي يعني اي حد وعدته بحاجه يا جماعه يريمايند مي، يعني عشان طبعا انا ممكن ادي بروميسز كتيره وانساها، بس اي حد وعدته بحاجه يريمايند مي على الانبوكس وانا هبعت له الحاجه المطلوبه. طيب في اسئله تانية يا جماعه؟ حضرات الساده الافاضل. سؤال باشمهندس بس، يعني اذا كان في يعني ريسورس موجود عند سعادتك في الاستيميشن زي ما انت قلت، اذا كان موجود اكون شاكر. افضلك تعطينا استيميشن ريفرنس بوك اللي هو الاستيميشن ريفرنس بوك. تقصد اللي هو بتاع البيرت اللي هو سألني؟ ممكن ننزلها، نبعتها للمهندس احمد سمير ينزلها لكم كلها، ينزلها ليكم. الله يبارك في سعادتك، الله يبارك في سعادتك. ماشي، ايه تاني؟ طيب انا كده بحييكم وبعتذر لكم برضو عن التاخير بتاع او التاجيل اللي حصل ده، ودعواتكم. يعني الموضوع اصلا مش ملوش للاسف اي حاجه يعني غير ان هو ربنا بس يعفي عني. طيب مهندس احمد سمير، are you here؟ معاك يا مدير. طيب انتوا يا جماعه ظبطتوا مع الراجل ده يعمل لكم كورس في البلاننج ولا لا؟ اوعى تسيبوه، ها اوعى تسيبوه. معاك يا باشا الدنيا، واستاذنك بس تواصل معايا عشان لو في اي حاجه ناقصه ابعتها لك. يعني انا حاضر. ماشي؟ ماشي يا باشا. السلام عليكم. مع السلامه يا باشا. السلام عليكم يا شباب. في حد عنده سؤال؟ طبعا للصبيان اول لما الاسئله فتحت انا فتحته، فتبداوا ان انتوا تملوا البيانات دلوقتي عادي مفيش مشكله. اوكي؟ دي اول جزئيه. حد عنده سؤال؟ حد واقف له حاجه؟ طبعا اللي يملى يتفضل مشكورا يطلع من البتاع. والكويز برضو موجود في اول بوست مع روابط المجمع، تلاقي رابط المكتبه ورابط البلاي ليست ورابط الاستبيان مع رابط الكويز رقم 4. اما الكويز رقم 3 حله هيترفع على المكتبه ان شاء الله. يا شباب، ها حد عنده سؤال تاني؟ جزاكم الله خير. انا باشمهندس محمد ديل. ها حد عنده سؤال تاني؟ حد عنده سؤال تاني؟ طيب انا مش هقفل القاعه لما الناس كلها تقول لي اوكي. اللي عنده مشكله ولسه بيملى الاستبيان وحصل فيه مشكله يا ريت يكتب لي هنا في القاعه. ما افضلش اقول حد عنده مشكله، حد ما اعرفش ايه، والناس قاعده تقل. احنا بقينا 42 واحد من 100 واحد، وفي الاخر هبص الاقي الناس ايه تقول لي والله